اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. Today ان شاء الله we are going to take lesson 1 which is entitled solving two equations of the first degree in two variables graphically and algebraically. الدرس بتاعنا النهارده يعتبر من الدروس السهله. لما نيجي نبص على التايتل بتاعنا ونحاول نشوف الكلمات اللي ممكن توضح الدرس ده ممكن يتكلم عن ايه. احنا شايفين كلمه equation. equation يعني ايه؟ يعني left hand side و right hand side. ايه كمان عندي first degree؟ يعني كلمة first degree يعني كل الباور اللي هتعامل معاه is one. طيب in two variables. two variables يعني x و y. ايه ده x و y و first degree؟ ده احنا بنتكلم على straight line. طيب جميل قوي. طب انا عندي هنا بيقول لي solve. هو انا لما كنت بسولve الايكويجن بتاعت ال straight line كنا بنجيب ايه؟ كنا بنجيب كل ال ordered pairs اللي بتساتسفاي الايكويجن ديت. طيب في عندي كلمة تانية، في كلمة two equations. two equations انا عندي two straight lines. ال two straight lines دول لما اجي اعمل لهم solving او احلهم، ما معنى كلمه solution ل two straight lines؟ يعني just one ordered pair. ال ordered pair ده هي satisfies ال equation دي وهي satisfies ال equation دي. تعالوا مع بعضنا نبدا الليسون ونشوف. اول حاجه عندي solving two equations of the first degree in two variables graphically. لما كنا بنرسم الايكويجن اللي من الفيرست ديجري ان تو فاريبلز كانت بتديني ستريت لاين. لما يكونوا عندي بقى تو ايكويجنز يبقى هيكون عندي تو ستريت لاينز. طيب التو ستريت لاينز دول ايه هي الاوضاع اللي ممكن تقابلني لاي تو ستريت لاينز في البلين؟ حاجه من ثلاثه. ايه هم الثلاث حاجات اللي عندي؟ يا اما التو ستريت لاينز اللي هم ال1 وال2 معمول لهم انترسكشن زي الرسمه دي كده، انا عندي تو ستريت لاين معمول لهم انترسكشن. واي تو انترسكتد ستريت لاينز بيحصل لهم انترسكشن في كام بوينت؟ لازم بوينت واحده، مفيش غير هي بوينت واحده بس اللي هيحصل فيها انترسكشن زي كده. البوينت دي بقى تمثل ايه؟ تمثل اوردر دي بير اسمه ايه؟ اكس 1 واي 1. لو جيت خدت الاوردر دي بير ده عوضت بيه في الايكويجن دي يحصل لها ساتسفاكشن، يعني الليفت هاند سايد هيساوي معايا الرايت هاند سايد، وكذلك لو انا عوضت في الايه؟ في الايكويجن الثانيه. ودي تعتبر اول حاله عن وضع التو ستريت لاينز في البلين. الكيس الثانيه ان التو ستريت لاينز يكونوا كوانسيدنت. يعني ايه كلمه كوانسيدنت؟ كوانسيدنت يعني على بعض بالظبط، متطابقين. طب دي تيجي ازاي؟ يعني ازاي عندي تو ستريت لاينز متطابقين؟ هل هيكون ليهم نفس الايكويجن؟ هوضحها لكم سريعا. لو انا عندي ال1 اللي هو الريد ده، هنفرض ان البوينت دي كده 1 وهنفرض ان السلوب بتاعه از 1، يبقى انا عندي الايكويجن بتاعت ال1 دي عباره عن ايه؟ عباره عن y equal x plus 1. لما يكون عندي ستريت لاين عليها، هل ده معناه ان ال L2 برضو y equal x plus 1 ولا ممكن تيجي حاجة تانية؟ لا ممكن تيجي حاجة تانية. ازاي؟ هي مش دي equation؟ equation يعني لو قلت y equal x plus 1 ورحت قايل times 2 للإكويجن كلها يحصل ايه؟ هيبقى عندي 2y equal 2 times x plus 1. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ال 2y equal 2x plus ايه؟ بلس 2. يبقى انا لو جات لي ايكويجن بالمنظر ده هترسم نفس الايه؟ الستريت لاين. يعني الايكويجن دي هي الايكويجن ايه؟ الايكويجن دي. التو ايكويجنز دول بنسميهم ديبندنت. يعني ايه ديبندنت؟ يعني في بينهم كومون فاكتور، هم زي بعض. لكن التو ستريت لاينز دول اندبندنت، ده دي ايكويجن ودي ايكويجن ثانيه خالص. لكن بالنسبه في الحاله دي احنا بنعتبر الايكويجن دي والايكويجن دي ديبندنت، يعني جايين من بعض. ده تفسير ان التو لاينز على بعض، واحده الاصليه اهي وبيحصل عندي بعد كده منها جينيريشن لاذر ميني ايكويجنز عن طريق ان انا اعمل مالتيبليكيشن للتو سايدز في اي نمبر. الكيس اللي بعد كده ان التو ستريت لاينز يكونوا بارلل زي اللاين ده واللاين ده. اللاين ده ليه ايكويجن واللاين ده ليه ايكويجن ثانيه خالص، بس طبعا السلوب بتاع اللاين ده هو السلوب بتاع اللاين ايه؟ اللاين ده. لما نيجي نشوف بقى الانترسكشن هنا، هل بيحصل لهم اي انترسكشن؟ ما بيحصلش. يبقى انا ما عنديش اي بوينت هتسولف التو ايكويشنز. يبقى السوليوشن سيت از ايه؟ از فاي. خد بالك انا بقول ايه؟ انا بقول هتسولف التو ايكويشنز.
لكن الواحد منهم ليه infinite numbers of ordered pairs اللي ممكن تحققه. طب في الحالة دي عندي كم solution؟ عندي infinite number of solutions، لان كل نقطة على التو ستريت لاينز دول تعتبر حل الستريت لاين ال1 وحل الستريت لاين ال2. طب بالنسبة لهنا السوليوشن سيت هتبقى ايه؟ هتبقى just one ordered pair جوه السيت ديت. تعالوا مع بعضينا نشوف example 1 على اول طريقة اللي هي ازاي نسولف التو equations graphically. هنا هنعمل ايه؟ لازم ارسم اول ستريت لاين وارسم التاني. طب بنرسمه ازاي؟ زي ما تعودنا في الترم الاول، بنعمل تيبل ونفرض، خدوا بالكم من الكلمة دي، نفرض 3 values للإكس واشوف الكورسبوندينج values للواي. وطالما هنفرض values للإكس يفضل نخلي الواي في الليفت هاند سايد. يعني الإيكويجن دي هنعمل ايه عشان نخلي الواي في طرف؟ هودي الواي هنا واجيب الفايف هنا، يبقى ال 2x minus الفايف equal كام؟ equal y، اللي هي y equal 2x minus 5. هنحط مرة الإكس ب 1 يبقى 2 times 1 minus 5 بنيجاتيف 3، حط مرة الإكس ب 2 يبقى 2 times 2 is 4 minus 5 يدي نيجاتيف 1 and so on. انا يكفيني 2 بوينتس عشان نرسم الستريت لاين، ولكن بناخد ثيرد بوينت علشان ناكد ان الحل بتاعنا مظبوط. لما نيجي نبص هنا ادي ال1 ونيجاتيف 3 وادي 2 ونيجاتيف 1 وادي 3 و1، نوصلهم يرسم لي الستريت ال1 وكذلك نرسم ال2. الانترسكشن بوينت از 2 نيجاتيف 1. وباذن الله لما نحل المسائل دي مع بعض هتفق معاكم ان احنا هنعوض بالاتي: لازم اعوض باكس ب0 ولازم اعوض بالواي ب0. ال2 بوينتس دول التعويض بتاعهم سهل، وممكن على طول وانا داخل على المساله اعوض بال2 بوينتس دول اللي هي الاكس انترسبت والواي انترسبت. بعد كده بنكتب ان السوليوشن سيت از ايه؟ 2 ونيجاتيف 1. اكزامبل 2 هنيجي نبص مع بعضينا هنلاقي ان التو ايكويشنز لما هنيجي نرسمهم هيطلعوا عندي كوينسيدنت، وطالما كوينسيدنت يبقى ليهم انفاينايت نمبر اوف ايه؟ اوف سوليوشنز. هنكتب السوليوشن ازاي؟ هنقول كده ان السوليوشن x y اي اوردر دي بير x و y، بحيث ان ال y equal to x minus 4 اكتب يا اما الايكويشن دي او الايكويشن ايه او الايكويشن دي. اكزامبل 3 لما هنيجي نرسم التو ايكويشنز عن طريق ان احنا نفرض values لل x ونشوف الكورسبوندينج values لل y، هيترسم معانا التو ستريت لاينز دول، وهنلاحظ من الرسمه ان السلوب بتاع ال1 equal السلوب بتاع ال2. ولو طلعت معانا الرسمه دي يبقى على طول هنقول السوليوشن سيت از ايه؟ از 5. نيجي نشوف مع بعضينا المساله دي. بيقول لي فايند جرافيكالي ان ار تايمز ار. يعني ايه كلمه ار تايمز ار؟ يعني كل الاوردر دي بيرز اللي في البلين. لو انتم فاكرين اول درس في الترم الاول اللي هو بتاع كارتيزيان برودكت، ار تايمز ار معناها حتى الفراكشنز واخدينها، كل البوينتس اللي موجوده على الاكس والايمجز بتاعتها اللي على الواي. يبقى بيقول لي هنا find graphically in R cartesian product R، يعني دور لي في كل الاوردر دي بيرز وهات لي السوليوشن سيت اوف ذا فولوينج تو ايكويشنز. اتفقنا؟ هنعمل تيبل فاضي اهو، هنبتدي بقى نشتغل نحط values للاكس وناخد الكورسبوندينج values للواي. اول فاليو عندي هناخدها نحط الاكس ب0، حط الاكس ب0 بعينينا على طول دي راحت، تبقى الواي ب2. مش لازم اخد كل الفاليوز في الاكس، انا عندي بوينت مهم قوي سهله اللي هي الواي بزيرو. لما الواي بزيرو التو تروح هنا بنيجاتيف 2، يبقى الاكس على طول بنيجاتيف ايه؟ بنيجاتيف 2. يبقى عن طريق ان انا اعوض مره عن الاكس بزيرو ومره عن الواي بزيرو اقدر ارسم المساله بسرعه جدا. ولكن هنفرض انذر فاليو مثلا الاكس ب1 عشان دي اللي هتاكد لي ان التو بوينتس دول على نفس الستريت لاين. لو الاكس عندي ب1 يبقى 1 بلس 2 يديني ايه؟ يديني 3. طيب نيجي نشوف الايه التيبل الثاني، هنحط برضو الاكس ب0 والواي مره ب0. لما احط الاكس ب0 ده كله راح، يبقى الواي عندي ب8. لما احط عندي الواي ب0 يبقى 2x equal 8 يبقى الاكس equal 4، يبقى بسرعه عرفت نجيب 2 بوينتس. طيب حط لي كده الاكس ب1، يبقى انا عندي الواي بلس 2 تايمز 1 equal 8، يعني الواي هت equal 8 minus 2 which is الايه؟ ال6. يبقى دي عندي كده الايه؟ ال6. يلا مع بعضينا نرسم التو ستريت لاينز نحدد البوينتس. اول حاجه عندي 0 و2، ادي 0 و2 هنا اهو، وعندي نيجاتيف 2 و0 اهو، وعندي ال1 و3، ال1 وهنا 3 اهو. واضح ان الثلاثه على نفس الستريت لاين، ده بيديني مؤشر ان انا ايه؟ ان انا شغال صح. اللاين الثاني 0 و8 اهو، وبعدين 4 و0 اهو،
106 اهو، نبص اليوم فعلا على نفس الستريت لاين، يبقى انا برضو شغال ايه، شغال مظبوط. لما نيجي نبص على الرسم حصل لهم انترسكشن فين، تقريبا جايه لي في مين، في 2 و4. يبقى انا عندي السوليوشن سيت عباره عن الاوردر دي بير اللي اسمه 2 و4. تعالوا مع بعضنا نشوف determining the number of solutions without graphing. هل ينفع احدد عدد السوليوشنز من غير ما ارسم؟ انا عندي 3 كيسز، واحده بتديني just one solution، وواحده بتديني infinite number of solutions، وواحده بتبقى no solution. هنعمل ايه؟ هنا هنستغل السلوب بتاع الستريت لاين. احنا درسنا قبل كده الجنرال فورم بتاعت الستريت لاين اللي هي y equal ام اكس بلس السي، وقلنا ان الام دي عباره عن السلوب. لو انا التو ايكويشنز اللي عندي بصيت على السلوبز بتاعتهم ولقيت ان هما ديفرنت، ام 1 doesn't equal ام 2، ده معناه ايه؟ ده معناه ان هما لازم يحصل لهم انترسكشن، وبالتالي النمبر اوف سوليوشنز لازم يكون 1. ال 1 ده بيريفير لايه او بيعني ايه؟ 1 اوردر دي بير. اوردر دي بير عندي هيحقق الايه؟ التو ايكويشنز. طيب لو لقيت ان الام ايكوال ام 1، ده معناه ان هما يا هيطلعوا كو انسيدنت يا هيطلعوا بارلل. طيب افرق بينهم ازاي؟ نجيب الواي انترسبت للايكويشن دي وللايكويشن دي، لو طلعوا زي بعض يبقى الاثنين كو انسيدنت، يبقى ليهم انفاينايت نمبر اوف سوليوشنز. ولو طلع الواي انترسبت مختلف عند الاكس ايكوال 0، يبقى اكيد الاثنين دول ايه؟ بارلل. يلا مع بعضينا كده نشوف بعض الاكزامبلز اللي هتوضح لنا الجزئيه دي. اكزامبل 4 بيقول لي فايند ذا نمبر اوف سوليوشنز، ما قاليش فايند السوليوشن سيت، هنا عايز النمبر عددهم اوف ايتش تو بيرز اوف ذا فولوينج ايكويشنز. يبقى هنا وانت داخل على المساله عارف هتعمل ايه، هنتعامل مع السلوب بتاع كل واحده. طب انا عايز اجيب السلوب هنا، نحطها في الصوره بتاعتنا اللي احنا عارفينها بتاعت السلوب. نجيب الاكس هنا، يبقى انا عندي ال2y هت ايكوال نيجاتيف الاكس بلس مين؟ بلس ال1. نودي ال2 هنا بالديفيجن، يبقى الواي هت ايكوال نيجاتيف 1 اوفر 2 اكس بلس 1 اوفر كام؟ 1 اوفر 2. ال2 ديت هتروح في الدينومينيتور، وبعد كده هنعمل ديستريبيوشن للنيومريتور اوفر الدينومينيتور، يبقى انا عندي نيجاتيف 1 اوفر 2 اكس بلس 1 اوفر 2. وطالما خليتها على الصوره دي يبقى دي واي ايكوال ام اكس بلس سي، يبقى انا عندي ام 1 ايكوال كام؟ نيجاتيف 1 اوفر 2. طب نيجي هنا نودي دي الناحيه الثانيه، يبقى 3y هت ايكوال نيجاتيف 2x بلس كام؟ بلس 12. نديفايد اوفر 3 يبقى الواي هت ايكوال نيجاتيف 2 اوفر 3x بلس 12 ديفايد 3 اللي هي ايه؟ اللي هي 4. وكده يبقى الايكويشن محطوطه على الصوره بتاعت y ايكوال mx بلس c، يبقى لو عايز السلوب يبقى هو ده على طول. يبقى انا عندي هنا ال m2 ايكوال كام؟ نيجاتيف 2 اوفر كام؟ اوفر 3. ممكن هنا نقول ان سينس ان ام 1 doesn't equal ام 2، يبقى زين the number of solutions is 1، يعني عدد الحلول اللي عندي هتبقى 1 اللي هو 1 order دبير. طيب يلا هنا التو equations دول اول حاجة نعملها واحنا بنطلع number of solutions نجيب الاسلوب. اجيب السلوب يبقى احط الايكويشنز على الايه؟ الجنرال فورم دي. المنظر اللي قدامي ده، هل الاسهل اودي ال 4x وال 7 الناحيه الثانيه ولا الواي؟ لا نودي الواي، يعني ال 4x بلس ال 7 ايكوال كام؟ ايكوال واي، اللي هي واي ايكوال 4x بلس ال 7. ده معناه على طول ان الام 1 ايكوال كام؟ ايكوال 4. يلا الناحيه الثانيه نودي الاكس هنا، يبقى انا عندي ال 2y هيكوال معايا 8x بلس كام؟ بلس 14. نديفايد اوفر 2 يبقى الواي هت ايكوال 4x بلس الايه؟ بلس 7. التو ايكويشنز ار ذا سيم، هنا الام 2 طبعا هيكوال كام؟ هيكوال 4. يعني سينس ان الام 1 ايكوال ام 2، اند لما نيجي نشوف الواي انترسبت تبقى 0 7، اند 0 7 ساتيسفايز ذا تو ايكويشنز، ده معناه then the number of solutions is
is infinite. وممكن نقول إن since إن two equations are dependent يبقى they are coincident. نيجي اللي بعد كده نودي ال y هنا ونجيب ال 6 هنا، يبقى أنا عندي 3y هت equal ال 2x minus ال 6 and divide over 3 يبقى ال y equal 2 divided 3x minus 6 divided 3 يديني 2، يبقى على طول زين m1 equal كام؟ 2 over 3. نشوف الناحية التانية متظبطة، يعني هنا ال m2 equal على طول 2 over كام؟ over 3. واضح إن مفيش dependency ما بين الإيكويشن دي ودي، يعني مفيش واحدة تيجي عن طريق التانية times common factor. هنثبت الكلام ده إزاي؟ هنا at ال x equal 0 هنلاقي عندي ال y equal كام؟ ال y equal negative 2. وهنا at ال x equal 0 ال y عندي equal كام؟ equal 3. يبقى since ان ال m1 equal m2 and the y intercept is different so the number of solutions is zero. يعني الاثنين دول عندي ايه؟ parallel lines. تعالوا مع بعضينا نشوف الجزء الثاني من الليسون اللي هو solving two equations algebraically. عندنا طريقتين، substituting method والomitting method. بنسبة كبيرة هنستعمل الطريقة الثانية، لكن الطريقتين دول بيعتمدوا على ايه؟ بيعتمدوا ان انا التو equations اللي هم in two variables هخليهم two equations in one variable وابتدي احلهم مع بعض. تعالوا مع بعضينا نشوف اول طريقة هنشتغل فيها ازاي، اللي هي substituting method. كلمة substitute بمعنى ان انا اشيل حاجة واحط حاجة مكانها. هنشرح الكلام ده على example 5. يقول لي find by using the substituting method the solution set of the following equations. هو في الامتحان مبدئيا ما بيحددلكش الطريقة، بيسيبك تشتغل بالطريقة اللي تريحك. هل احنا هنعتمد على طريقة معينة؟ بنسبة كبيرة هنحل بالطريقة التانية، لكن في مسائل هنشوفها في الاكسرسايزز هتبقى اسهل كتير لو استعملت الطريقة دي. طيب انا عندي التو equations هم، هنعمل ايه؟ هنمسك الاكويجن دي اطلع variable في سايد لوحده. مين الاسهل يطلع لوحده؟ الواي ولا الاكس؟ لا الواي. اجيب دي هنا واجيب الفايف هنا، يعني الواي هت equal معانا 2x minus الـ a minus الـ 5. جميل. هنعمل ايه بقى؟ هناخد الفاليو بتاعت الواي اللي هي دي كده احطها مكان الواي دي، يبقى by substituting y equal 2x minus 5 in x plus 3y plus 1 equal 0. يبقى then x plus هنشيل بقى ال y ونحط ال value دي، هيبقى 3 times 2x minus 5 كلام ده plus 1 equal كام؟ equal 0. اللي احنا شايفينه هنا، شايفين equation first order in one variable، يبقى نقدر نسولف for x. يبقى ال x عندي 3 times 2 6x minus ال 15 plus 1 equal 0. هنا 7x minus ال 14 equal 0، يعني ال x عندي عبارة عن 14 divided 7 اللي هي ايه؟ اللي هي 2. طالما جبنا ال x نرجع نعوض في ال y، يبقى زين y هت equal 2 times 2 minus ال 5 اللي هي negative ايه؟ negative 1. يبقى السوليوشن ست عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2 ونيجاتيف 1. يبقى زين الاس عبارة عن 2 ونيجاتيف 1. نيجي نشوف مسألة التراي. بيقول لي find algebraically by using the substituting method. هنا عندي ال y هت equal 4 minus ال x. ممكن نقول دي equation 1 ودي equation 2 from 2 in 1. يبقى زين 2x minus 4 minus x equal 5. شلنا ال y وحطنا مكانها ال value بتاعتها اللي جاية من هنا، يبقى ال 2x minus 4 plus x equal 5. 2x و x 3x نودي ده بالبوزيتيف يبقى equal 9. يبقى ال x equal كام؟ x equal 3. نرجع ناخد ال value بتاعت ال x نحطها هنا في ال y، يبقى زين ال y
equal 4 minus 3 اللي هي كام؟ اللي هي ال 1. يبقى السوليوشن سيت هت equal معانا 3 و 1. الطريقة الثانية اللي هنحل بيها التو ايكويشنز مع بعض طريقة الاوميتنج ميثود، يعني طريقة الحذف. هنتعلم ازاي نتعامل مع الايكويشن بحيث ان احنا نحذف منهم هما الاثنين فاريبل ويبقى فاريبل واحد، هنسولف ونجيب الايه الفاليو بتاعته وبعد كده نعوض نجيب الثاني. تعالوا نشوف الكلام ده على الاكزامبل. بيقول لي by using the omitting method find the solution set of the following two equations. ادي equation وادي الثانية. في الطريقة دي بنتعامل مع الايكويشنز اللي بالشكل ده، يعني بنحاول نوضب الايكويشن في الشكل ده، يعني بنخلي الاكس والواي في الليفت هاند سايد وبنخلي الابسولوت تيرم في الايه في الرايت هاند سايد. لما نيجي نهيئ الايكويشن دي هتبقى ازاي؟ هتبقى كده، هتبقى اكس بلس 3y ايكوال كام؟ ايكوال نيجاتيف 1. ودينا ال1 هناك بالايه؟ بالنيجاتيف ساين. يبقى انا عندي ناخد بالنا بقى هنا 2x ماينس y وهنا x بلس 3y. هنعمل ايه؟ عايزين نخلي فاريبل واحد متساوي في الاثنين، يعني هنا يا اما الاكس اجيب جنبها 2 عشان تبقى 2x، يا اما الواي هنا اجيب جنبها 3 عشان تبقى زي الواي ايه؟ زي الواي هنا. تعالوا نخلي هنا الواي زي الواي هنا، يعني انا محتاج هنا 3. ازاي ادخل 3 جنب الواي؟ نعمل ملتبليكيشن للايكويشن دي كلها باي 3. يبقى هنا هنقول ملتبلاي 2x ماينس y ايكوال 5 باي 3. ده يديني ايه؟ يديني 3 تايمز 2x ماينس y ايكوال كام؟ 3 تايمز ال 5 ايكوال 15، يعني 6x ماينس 3y ايكوال كام؟ ايكوال 15. هنخلي الايكويشن دي 1 والايكويشن دي 2. تعالوا نشوف الليفت هاند سايد. هنا في عندي x، هنا عندي في 6x، هنا في 3y، هنا في نيجاتيف 3y. يعني لو انا جيت جمعت الليفت هاند سايد دول على بعض هيحصل ايه؟ ال 3y هتروح مع النيجاتيف 3y، وده معنى كلمه الاوميتنج ميثود، ان انا بتعامل مع الايكويشنز بحيث ان انا اوصل للقطه اقدر احذف فيها variables من الاثنين. طيب نكتب الكلام ده ازاي؟ نعمل كده adding equation 1 and 2. لما اعمل addition لequation 1 and 2 يحصل ايه؟ يحصل كده، هنحطهم هما الاثنين تحت بعض، هقول كده x plus 3y equal كام؟ negative 1. وعندي هنا 6x minus 3y equal كام؟ equal 15. لما اجي اعمل addition للليفت هاند سايدز يحصل ايه؟ ده كده يروح مع ده كده، والx بلس 6x يديني 7x، نيجاتيف 1 بلس ال 15 تديني 14. ده على طول يديني ان الx هتيكوال معانا 14 divided 7 اللي هي كام؟ اللي هي 2. بعد لما جبنا الx ب 2 نعوض في الايكويشن دي، يبقى انا عندي 2 times 2 minus الy equal 5. نودي هنا بنيجاتيف 4، يعني نيجاتيف الواي equal 5 minus 4، يعني نيجاتيف واي عندي equal 1. ده معناه ان الواي equal نيجاتيف 1. يبقى السوليوشن سيت بتاعتنا عباره عن الاوردر دي بير 2 ونيجاتيف 1. نيجي نشوف مساله التراي. فايند الجبريكلي يوزنج الاوميتنج ميثود السوليوشن سيت للتو ايكويشنز دول. عندي x بلس y ايكوال 3 و 2x ماينس 3y ايكوال 1. هنعمل نفس الايه؟ نفس الحركه اللي احنا عملناها. نحاول ندخل 3 جنب الواي عشان تبقى الواي زي الواي هنا، وبعد كده نعمل لهم اديشن. طيب ممكن حد يقول لي طب ايه المشكله يا مستر لما ادخل 2 هنا؟ نخلي الاكس جنبيها 2 عشان تبقى زي الفاريبل ده؟ هقول لك مفيش مشكله خالص، ممكن، بس بدل ما هنعمل ادنج للتو ايكويشنز للليفت هاند سايدز هنعمل سبتراكتنج عشان اقدر اغير الساين بتاعت الايه بتاعت واحد منهم وبالتالي يروحوا مع بعض. يبقى في الاوميتنج ميثود ناخد بالنا ان هما الاثنين علشان يطيروا لازم واحده فيهم تكون نيجاتيف والثانيه تكون بوزيتيف. يفضل لما نبدا المساله نعرف الايكويشنز، يعني نخلي دي كده 1 ونخلي دي كده ايه 2. يبقى هنا ملتبلاي ايكويشن 1 باي 3. يبقى انا عندي 3x بلس 3y ايكوال 9. دخلت 3 هنا وهنا وهنا، وهنخلي دي ايكويشن ايه؟ ايكويشن 3. وبعد كده انا شايف ان ده وده الاثنين اوبزيت ساينز، يبقى ممكن اعمل لهم اديشن وهما الاثنين يطيروا. يبقى نقول ادنج 2 and 3، حطهم تحت بعضيهم
2x minus 3y equal 1 وعندي هنا 3x plus 3y equal 9. هما الاثنين معايا زي ما انتم شايفين مختلفين في الساين، يبقى ده كده لما اعمل اديشن هيروح مع ده كده، يبقى معايا 5x equal 10. يبقى الx عندي equal 10 divided 5 which is a which is 2. ناخد ال 2 دي نعوض بيها في اي equation من دول، الاسهل طبعا نعوض في 1. يبقى in equation 1 انا عندي x plus y equal 3، ما انا عندي هنا 2 plus y equal 3، يبقى then ال y equal كام؟ equal 1. يبقى solution set هتبقى معايا الاوردر دي بير 2 1. تعالوا مع بعضينا نشوف الابلكيشن اون سولفنج تو ايكويشنز هيحصل ايه. الاكزامبلز اللي قبل كده زي ما انتم كنتوا شايفين احنا كان بيجي لي مباشره التو ايكويشنز، يبتدي هو يصعبها عليا شويه فيعمل لي زي وورد بروبلم. الوورد بروبلم دي هتلاقي فيها تو سنتنسز المفروض ان انت هتقدر تكون عن طريقهم التو ايكويشنز. زي ايه؟ تعالوا نشوف اكزامبل صفر. بيقول لي the sum of two rational numbers is 14. يبقى انا عرفت ان انا عندي two rational numbers وعرفت ان السم بتاعهم is 14، يبقى كده equation. والequation التانية if twice the greater exceeds three times the smaller by three، ودي برضو لما اجي افسرها هتديني another equation. ابدا المسألة ازاي؟ جميع مسائل الابلكيشنز لازم في الاول نكونسيدر ان الفيرست نمبر از كذا والسكند نمبر از كذا او حسب ما هيديني بقى في المساله. يبقى هنا هنقول ايه؟ سبوز ذات او كونسيدر. يبقى كونسيدر ذات ذا تو نمبرز ار اكس واي، دي الدخله بتاعتك في جميع المسائل. لازم اعرف الفاريبلز اللي عندي طبعا، وفي الغالب بنخليها اكس وواي. يبقى اول ايكويشن عباره عن ايه؟ السم اوف تو راشنال نمبرز 14، يبقى خلاص مفهومه، يعني الاكس بلس الواي ايكوال كام؟ 14. دي كده رقم واحد. وبعد كده بيقول لي توايز ذا جريتر اكزيدز 3 تايمز السمولر باي 3، ما تفرقش معايا مين الجريتر ومين السمولر، هاخد توايز واحد فيهم هعتبر ان هو الجريتر. كلمة exceeds يبقى لازم اعمل minus للي بعديه by 3. يبقى السكند ايكويشن عبارة عن ايه؟ twice the greater، twice يعني 2 times، يعني هنا 2 times الx مثلا، هتبقى الx هو greater. exceeds، exceeds يعني هنا minus، يعني ازيد من الكذا. ازيد من ايه؟ 3 times ال smaller، يعني 3 times ال y. by كام؟ by 3. اهو twice ال greater exceeds يعني minus 3 times ال smaller يديني 3. ونخلي دي كده 2. ايه اللي حصل؟ زي ما انتم شايفين رجعنا للتو ايكويشنز اللي بنحلهم عادي. هنا هملتبلاي 1 باي 3 عشان اخلي الواي زي الواي، يبقى ملتبلاي ايكويشن 1 باي 3، ده يديني 3x بلس 3y ايكوال 3 تايمز ال 14 اللي هي 42. ونخلي دي ايكويشن ايه؟ ايكويشن 3. نعمل ايه بعد كده؟ هن add equation 2 and equation 3. adding equation 2 و 3 يبقى 2x minus 3y equal 3، وعندي هنا 3x plus 3y equal كام؟ equal 42. يبقى انا عندي هنا 5x طبعا ده راح مع ده equal 45، وده معناه ان الاكس عندي هت equal 45 divided 5 which is الايه؟ which is 9. يلا نكمل هنا. هنقول بعد كده ان equation 1 انا عندي الاكس ب 9، يبقى 9 plus الواي equal 14 then الواي equal 14 minus 9 يعني الواي equal 5. وطالما عرفت الاكس والواي يبقى عرفت التو نمبر، يبقى then the two numbers are nine and five. في المسائل العادية كنا بنقول solution set، لكن في الورد بروبلمز بنختم المسألة بالحاجة اللي هو كان طالبها. طيب نيجي اكزامبل 8. بيقول لي the length of a rectangle is more than its width by 5. يبقى على طول هنقول consider that
the length is L and the width is W. بيقول لي the length of a rectangle more than the width by 5. يعني أول equation عندي L minus W equal كام؟ equal 5. مين الثانية؟ twice its length يعني 2L ماله؟ added to 3 times its width plus 3 times its width يديني كام؟ equals 45. يبقى دي كده الإيكويشن كام؟ إيكويشن 2. بعد ما كوننا التو إيكويشنز نحل عادي خالص ونطلع الـ L والـ W. هنا هنخلي الـ W زي دي هنا، يبقى هنا هن multiply by 3 يبقى 3L minus 3W equal 15، ونخلي دي equation ايه 3. بعد كده هنعمل adding ل equation 2 and 3 نحطهم تحت بعضيهم، يبقى 2L plus 3W equal 45، وهنا 3L minus 3W equal 15، ده هيروح مع ده يبقى 5L equal 60. ده معناه ان ال L equal 60 divided by 5 اللي هي 12. يلا نكمل هنا نعوض في اول واحدة، يبقى انا عندي ال 12 minus ال W equal 5، يبقى then ال W equal كام؟ equal 7. طبعا هنا بالسنتيمتر وهنا بالايه؟ بالسنتيمتر. then ال length is 12 centimeters والويدث is 7 سنتيمترز. تعالوا مع بعضنا نشوف اكزامبل 9، وانا بعتبره من الاكزامبلز المهمه جدا، وساعات المساله دي بتيجي في الامتحان وبتعتبر ساعتها مساله صعبه وطلبه كتيره بيتلخبطوا فيها. بيقول لي ايه؟ A two digit number يعني نمبر متكون من two places، كل place هيتحط فيه digit. ناخد بالنا two digit number يعني كده، ادي بليس اهو وادي انذر بليس. its 10th digit is twice its unit's digit. يلا نفهم مع بعضينا البليس ده اسمه ايه. البليس ده كده اسمه اليونتس، والبليس ده اسمه ايه؟ البليس ده اسمه التنس. ده اليونتس بليس وده التنس بليس. بيقول لي بقى التنس digit اللي هو ده is twice its unit's digit، يبقى انا لازم افرض الديجيت اللي موجود في اليونتس اسمه ايه والديجيت اللي موجود في التنس اسمه ايه. يبقى consider that the unit's digit is x and the tens digit is y. يعني هنا هيبقى موجود x وهنا موجود ايه؟ موجود y. ايه هي اول equation؟ التنس digit اللي هو ال y twice its units digit. مفهومة التنس اللي هي ال y twice ال ايه؟ ال x. ادي اول equation. لحد كده المسألة ماشية حلوة وجميلة. يقول لي ايه بقى بعد كده؟ if the two digits are reversed، غيرنا مكان بعضيهم، the resulting number decreased the original by 27. ناخد بالنا بقى من دي، the resulting number و the original number. لازم اشوف ال original number عبارة عن ايه. من فهمنا لل value وال place value، ال place اللي اسمه tens اللي بيقعد فيه ال value بتاعته بتبقى ايه؟ ال value بتاعته بتبقى بال tens. يعني لما اجي اكون ال number هقول كده the original number is ايه؟ لو تفتكروا كنا بنحط الفاليوز كلها جنب بعضها، هيبقى عندي الاكس بلس، اوعى حد يقول لي بلس الواي. لو قال لي النمبر اكس بلس واي راحت منك المساله، وهي التريكه كلها في الحته دي، ان النمبر عندي هيبقى اكس بلس 10 واي، لان الفاليو بتاعت الواي في التنس بليس عباره عن 10 تايمز الواي. دي مهمه قوي. يبقى ده الاوريجينال نمبر عندي. يعني لو هنا مثلا 1 وهنا 2
يعني 21 جت منين ال 21؟ 1 بلس 2 تايمز ال 10 يبقى ده الاوريجينال نمبر. طيب مين هو الريزلتنج نمبر؟ الريزلتنج نمبر هيجي لو انا هعكس مكان ال 2 ديجيتس، يبقى ذا ريزلتنج نمبر از هنحط الاثنين مكان بعض يبقى الواي بلس 10x. هي دي اهم حته في الايه؟ في المساله. نرجع بعد كده بيقول لي ذا ريزلتنج نمبر ديكريزز الاوريجينال باي 27، يعني الريزلتنج اقل من الاوريجينال باي 27، يبقى هنقول الاوريجينال ماينس الريزلتنج ب 27، يعني الاكس بلس 10y الكلام ده ماينس y بلس 10x ايكوال كام؟ 27. نوضبها يعني الx بلس 10y ماينس y ماينس 10x ايكوال 27. عملنا ديستريبيوشن للنيجاتيف هنا وهنا، x والنيجاتيف 10x يبقى نيجاتيف 9x، 10y ونيجاتيف y يبقى بلس 9y ايكوال كام؟ ايكوال 27. ممكن نعمل ديفايدد 9 على طول، يعني النيجاتيف x بلس الواي ايكوال كام؟ ايكوال 3، ودي تبقى الايكويشن الثانيه. لما نيجي نبص بقى للتو ايكويشنز دول، هل الافضل استعمل السبستيتيوتنج ولا الاوميتنج؟ هل اودي التو اكس هنا واظبطها واخلي ده زيرو ونظبط مثلا الواي زي الواي ونحذفهم؟ ده المساله هنا جايه مقشره، دي جاهزه. الواي ايكوال 2 اكس، يعني بيقول لك شيل الواي وحط 2 اكس، يبقى from 1 in 2 هناخد من 1 نحط في 2. هشيل ايه؟ هشيل الواي واحط مكانها 2x، يبقى النيجاتيف اكس زي ما هي، لما اشيل الواي يبقى بلس 2x ايكوال كام؟ ايكوال 3. ده معناه ان الاكس على طول هتيكوال كام؟ هتيكوال 3. نيجي نعوض في ايكويشن 1، يبقى زين الواي هتيكوال معايا 2 تايمز 3 ايكوال كام؟ equal 6. طب هو طالب ايه بقى؟ هو طالب النمبر ولا طالب ايه؟ بيقول لي find the original number. انا عندي الـ x في اليونتس بليس والواي في التنس بليس، يبقى انا عندي هيبقى ايه؟ 63. يبقى then the original number is 63. المسألة دي يا جماعة في غاية الأهمية، ولازم فكرتها تبقى في جيبك وعارفها، لأن هي من الأفكار اللي ناس كتير ما بيعرفوش يكونوا التو ايكويشنز بتوعها. نيجي نشوف اكزامبل 10، وبرضو المسألة دي من المسائل المهمة واللي فيها أفكار. بيقول لي 2 years ago، يعني من سنتين، the age of a man was 4 times the age of his son، يعني عمر رجل قد 4 مرات عمر الابن. المسألة دي دايما لما بنيجي نبدأها لازم نعرف الايدجز بتاعتهم ناو في الوقت اللي احنا فيه. يبقى هنقول في الأول كده في المسألة دي consider that the age of the man now ناخد بالنا من now دي is x and the age of his son is y. جميل، نرجع نبص هنا 2 years ago، يعني من ايه؟ من سنتين. طيب 2 years ago يبقى الـ x عبارة عن ايه؟ x minus 2، والـ y عبارة عن ايه؟ y minus 2. يبقى هنا 2 years ago معناها ايه؟ الـ age of the man was x minus 2 والـ age of his son was y minus 2. يبقى انا دلوقتي اقدر اكون اول equation اللي هو the age of a man اللي هو ده 4 times the age of his son، يعني ال x minus 2 عباره عن 4 times y minus ايه؟ minus 2. ويبقى دي اول equation معايا. يلا نوضبها. يبقى انا عندي هنا x minus 2 equal 4y minus 8. نجيب ال 2 هنا ونجيب ال 4y هنا،
يعني ال x minus 4y هتيكوال معنا negative 8 plus 2 اللي هي negative 6، وتبقى دي اول equation معنا. بعد كده بيقول لي ايه؟ after 3 years from now، يعني بعد 3 سنين. يبقى نكتب كده after 3 years، ده هيوصل بينا لايه؟ ان ال age of the man هيبقى x plus كام؟ plus 3، and his son هيبقى y plus ايه؟ plus 3. بيقول لي the age of the man will be 3 times the age of his son. يبقى ال age of the man اللي هو x plus 3 هيبقى 3 times ال y plus ايه؟ plus 3. نوضبها، يبقى ال x plus 3 هتيكوال 3y plus مين؟ plus 9. هات لي ال 3y هنا ونجيب ال 3 هنا، يبقى ال x minus 3y 9 minus 3 يديني 6. ودي الايكويجن الثانيه. ايه اللي حصل؟ قدرنا نوصل بنجاح للتو ايكويجنز اللي هنشتغل عليهم الشغل بتاع الدرس، يا اما بالاوميتنج يا اما بالسبستيتيوتنج. نيجي نبص على التو ايكويجنز، نلاقي هنا x وهنا x، ده الاثنين زي بعض وجاهزه. طب هنعمل اديشن ولا سبتراكشن المره دي؟ لا، نعمل سبتراكشن. يبقى سبتراكت 2 فروم 1، يعني نحط 1 فوق وايه و2 تحتيها. يبقى انا عندي x minus 4y equal كام؟ negative 6. وعندي هنا x minus 3y equal كام؟ equal 6. هو احنا لما كنا بنعمل سبتراكشن كنا بنعمل ايه؟ كنا لازم نعكس الساين هنا. يعني ايه كلمه نعكس الساين؟ اما اقول ده ماينس ده، يعني النيجاتيف دخل عمل ديستريبيوشن لكل دول، يعني دي كده تبقى نيجاتيف ودي كده بوزيتيف ودي كده ايه ودي كده نيجاتيف. طبعا الاكس تروح مع مين؟ مع النيجاتيف اكس. يبقى عندي نيجاتيف 4y وبوزيتيف 3y اللي هي النيجاتيف y هتيكوال معانا نيجاتيف 12. يبقى زين الواي ايكوال كام؟ ايكوال 12. نعوض في الايكويجن دي مثلا ان ايكويجن 2، يبقى انا عندي الاكس ماينس 3 تايمز 12 ايكوال 6، يعني الاكس ماينس 36 ايكوال 6، يعني الاكس ايكوال كام؟ 42. يبقى زين ذا ايدج اوف ذا مان از 42 ييرز اند his son is 12 years old. تعالوا نشوف مسألة التراي. The sum of two numbers equal 12. على طول consider that the two numbers are x and y. يقول لك الصم بتاعهم 12، يبقى ال x plus ال y equal 12. نمبر 1. ايه تاني؟ twice one of them is more than the other by 3. سهلة جدا، يعني twice واحد منهم more than يعني minus التاني. يديني كام؟ يديني 3. دي 2. طبعا جاهزة معايا اهي ومتظبطة. هنعمل addition للاتنين، ده يروح مع ده، يبقى 3x equal معايا 15. يعني الاكس عندي ايكوال 15 ديفايدد 3 يديني 5. نعوض في الايكويجن الاولانيه ان ايكويجن 1، يبقى ال 5 بلس الواي ايكوال 12، ده معناه ان الواي ايكوال 7. يبقى زين ذا تو نمبرز ار 5 و 7. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحة موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. تعالوا مع بعضنا نشوف الاكسرسايزز اللي على الليسون. يقول لي find graphically a solution set of each pair of the following equations. اول equation معانا y plus x equals 7، ودي التانية. هنعمل table لأول equation وهنعمل table للإكويجن التانية.
ونفرض values لل x وال y ونشوف ال corresponding values ايه هتبقى عاملة ايه. وبعد كده نرسم ال straight line ده وال straight line ده، هنلاقيهم بيحصل لهم intersection في نقطة، هي دي ال solution set. اول equation معانا y بلس ال x equal كام؟ equal 7. لما بنيجي هنا نعوض، اسهل نقطتين عندي ال y intercept وال x intercept. ال y intercept لما ال x بزيرو، وال x intercept لما ال y بزيرو. النقطتين دول سهل قوي التعويض فيهم، يعني يلا نجرب كده. لما احط الاكس بزيرو راحت يبقى واي ب7، ولما احط الواي بزيرو راحت يبقى الاكس بايه؟ اكس ب0. نعوض بنقطه ثالثه عشان ااكد ان انا معوض صح في النقطتين دول. حط مثلا الاكس ب1، يبقى انا عندي واي بلس 1 ايكوال 7، يبقى الواي بكام؟ ب6. سهل جدا، جبنا 3 بوينتس احنا نقدر نرسم دلوقتي. عندي بوينت اسمها 0 و7، 0 و7، وعندي بوينت اسمها 7 و0 اهي، وعندي بوينت اسمها 1 و6، ادي 1 و6 تمام. واضح ان تلاتة على نفس الخط نوصلهم مع بعض. نيجي نشوف الايكويجن الثانيه، y equal 2x بلس مين؟ بلس ال1. اتفقنا ان اسهل نقطتين الواي انترسبت والاكس انترسبت. الواي انترسبت حط الاكس بزيرو راحت، التو اكس راحوا يبقى واي ب1. الاكس انترسبت حط الواي بزيرو يبقى 0 ايكوال 2x بلس 1. ودي ناحيه بالنيجاتيف، يعني ال 2x ايكوال نيجاتيف 1، يعني الاكس ايكوال نيجاتيف 1 اوفر الايه؟ ال 2. وهنا نيجاتيف 1 اوفر ال 2. نعمل ايه بعد كده؟ ناخد انذر بوينت عشان نتشيك على نفسنا. خلي الاكس ب1 مثلا. لما الاكس عندي ب1 يبقى الواي ايكوال 2 تايمز 1 ب2 بلس 1 يديني 3. يبقى انا عندي 0 1 اهو قريبه جدا من بعضها، نيجاتيف و0 اهي، والثالثه 1 و3، ال1 معاها 3 هنا كده. لما نيجي نرسم هنلاقيهم هم الثلاثه جايين معايا على نفس الايه؟ على نفس الستريت لاين. لما نيجي نبص بقى نلاقي حصل انترسكشن في نقطه اهي، النقطه دي كده نبص عليها عباره عن 2 5، هي دي السوليوشن سيت. يبقى زين السوليوشن سيت عندي هتبقى 2 و 5. لو رجعنا نجرب اهو 2 بلس ال 5 فعلا 7، وهنا ال 5 فعلا هتيكوال 4 بلس 1. بروبلم 5 بيقول لي هنا 2x بلس y ايكوال 0، x بلس 2y ايكوال 3. ناخد اول واحده 2x بلس y ايكوال 0، نيجي نحط الاكس ب0، الترم ده راح يبقى y عندي ب0. ما تجيش تحط بقى y ب0 لان هي طلعت معايا هنا. حط يلا الاكس ب1، لو حطينا الاكس ب1 يبقى انا عندي هنا 2 تايمز 1 از 2، تروح الناحيه الثانيه يبقى y عندي بنيجاتيف 2. حط مثلا الاكس نبعد شويه عشان الرسمه، خليها ب4، يبقى انا عندي هنا 8 بلس y ايكوال 0، يبقى الواي عندي بنيجاتيف 8. نيجي نرسمها يبقى 0 و0، 1 ونيجاتيف 2، 4 ونيجاتيف 8. نوصل ال 3 بوينتس ببعض. ده كده اول ستريت لاين معايا. نرسم الستريت لاين الثاني، الايكويشن بتاعته x بلس 2y ايكوال 3. حط x ب0 يبقى 2y equal 3، يبقى الy equal 3 over 2 اللي هي 1.5. حط الy ب0 ده راح، يبقى الx equal 3. نحط مثلا الy ب3 يبقى انا عندي 2 times 3 يديني 6، تيجي هنا negative 6 يبقى الx equal negative 3. يبقى اول نقطة عندي 0 و 1.5 اللي هي دي، عندي 3 و 0 اهي، والثالثه نيجاتيف 3 و3، ادي نيجاتيف 3 ونطلع 3 تبقى ايه؟ تبقى البوينت دي. فعلا واضح ان هم هيجوا معايا على نفس الستريت لاين. نوصل ال 3 بوينتس مع بعض وهنلاحظ ان معمول لهم انترسكشن في البوينت دي اللي هي نيجاتيف 1 وايه؟ و2. نيجي نجرب في اي ايكويشن منهم، الاكس عندي بنيجاتيف 1 يبقى انا عندي هنا نيجاتيف 2 بلس 2 بالفعل ايكوال كام؟ ايكوال 0. يبقى السوليوشن سيت عندي هنا عباره عن نيجاتيف 1 وايه؟ و2. نيجي اللي بعديها، اول ايكويشن عندي y ايكوال نيجاتيف 3. y ايكوال نيجاتيف 3 دي عباره عن ايه؟ ده ستريت لاين.
كل الاوردر ديبيرز اللي فيه الواي كوردينيتس ايكوال نيجاتيف 3، يعني دي كده نيجاتيف 3 ودي نيجاتيف 3 ودي نيجاتيف 3. طب والاكس اي حاجه 0 1 2. طب ده كان بيرسم ايه؟ كان بيرسم ستريت لاين. الستريت لاين ده بارلل للاكس اكسس وبيخبط في الواي عند الايه؟ عند الفاليو دي اللي هي نيجاتيف 3. يبقى اجي هنا عند النيجاتيف 3 اهو، يبقى هو ده كده الستريت لاين بتاعي اللي اسمه واي ايكوال كام؟ نيجاتيف 3. يلا نرسم التاني، اكس ماينس واي ايكوال 5. حط الاكس بزيرو يبقى النيجاتيف واي ب5، يعني الواي بنيجاتيف 5. حط الواي بزيرو تبقى الاكس ب5. حط الواي مثلا ب2 يبقى اكس ماينس 2 ايكوال 5، يبقى الاكس ب7. نرسم يلا 0 ونيجاتيف 5 اهي، 5 و0 اهي. ممكن ارسم بالنقطتين دول، بس احنا بناخد نقطه كمان عشان نشيك على نفسينا، 7 و2 اهي. لما نيجي نرسم الستريت لاين هيطلع كده. ده اسمه ايه ده؟ ده اسمه x ماينس y ايكوال 5. نبص بعينينا هنلاقي الانترسكشن بوينت اهي، اللي هي ايه؟ اللي هي 2 ونيجاتيف 3. يبقى السوليوشن سيت على طول ايكوال 2 ونيجاتيف 3. مفيش مانع نعمل تشيك هنا، الاكس عندي ب2 ماينس نيجاتيف 3 فعلا يديني 5. اكسرسايز 2 بيقول لي فايند الجبرايكلي السوليوشن سيت للايكويشنز ديت. نبص بعينين هنا اكس ايكوال واي، هنا اكس بلس 3 واي ايكوال 8. طبعا اللي بيحاول يمشي بطريقه واحده زي الاوميتنج ميثود هيجي هنا ويلاقي ان السبستيوشن اسهل كتير في الحل. ده هو هنا بيقول لك صراحه اكس ايكوال واي، يعني روح هنا كده شيل الواي وحط مكانها الاكس او العكس. يبقى على طول لو اعتبرنا ان دي 1 ودي كده 2، يبقى فروم 1 ان 2 شيل مثلا مين؟ نشيل مثلا الواي، هنشيل الواي ونحط مكانها الاكس، يبقى اكس بلس 3x ايكوال 8، لان انا شلت الواي وحط مكانها الاكس، يعني 4x ايكوال 8. يبقى على طول الاكس ايكوال 8 ديفايدد ال 4 ويتش از الايه؟ ال 2. ولو الاكس ب 2 يبقى الواي برضه بايه؟ والواي برضه ب 2. يبقى السوليوشن سيت ايكوال كام؟ 2 و2. طبعا عشان تمشي اوميتنج وتجيب دي هنا ويبقى اكس ماينس واي ايكوال 0 وتعمل الاثنين سبتراكشن عشان تخلف الساين بتاعت الاكس، طبعا ده كده يبقى انت بتضيع وقت ويبقى انت كده مش فاهم المعنى بتاع الدرس. نيجي بروبلم 2، نيجي نبص بعينينا نلاقي ان لو اشتغلت فعلا بالاوميتنج احسن كتير، ان انا عندي الواي زي الواي والساين بتاعتهم عكس بعض، يبقى نحطهم تحت بعض على طول. يبقى انا عندي هنا اكس ماينس واي ايكوال 2 وعندي x بلس الواي ايكوال كام؟ ايكوال 4. نعملهم هما الاثنين اديشن، ده راح مع ده، يبقى انا عندي 2x ايكوال 6، يبقى على طول الاكس ايكوال 6 ديفايدد 2 ويتش از 3. نخلي دي كده 1 ونخلي ده كده 2. نقول مثلا ان ايكويجن مثلا 2 يبقى ال 3 عندي بلس الواي ايكوال 4، يبقى الواي عندي ايكوال 1. يبقى السوليوشن سيت بتاعتنا عباره عن 3 1. يلا اللي بعد كده، هنا بيقول لي واي ايكوال اكس ماينس ايه 1 صراحه، وهنا مديني ايه ايكويشن ثانيه. لو هنعملها بالاوميتنج هضطر اجيب ده هنا لسه. طب هو مديني الواي صراحه اهي، يبقى لو خلينا دي 1 ودي كده 2 واشتغلناها سبستيوتنج ميثود افضل كتير. يبقى فروم 1 ان 2، يبقى انا عندي الواي هشيلها واحط اكس ماينس 1، يبقى الاكس ماينس 1 بلس 2x ايكوال كام؟ ايكوال 5. يبقى 3x ايكوال 5 بلس ال 1، يعني 3x ايكوال 6، يبقى الاكس عندي ايكوال كام؟ ايكوال 2. ولما الاكس عندي ب 2 يبقى الواي هتيكوال هنا 2 ماينس 1 تديني ايه؟ تديني 1. يبقى السوليوشن سيت على طول هي ايكوال معانا عندي 2 1. نيجي نشوف بروبلم 7. طبعا المسائل كلها سهله، انا بحاول بس انقل المسائل يعني
اللي ممكن نلاقي فيها كلام، بس كل المسائل سهله. نبص على الايكويجن دي والايكويجن دي. لو انت عامل حسابك تشتغل بالاوميتنج ومركز دايما على الواي، لما نيجي نبص هنا نلاقي الواي جنبها 2. طب ال 2 هعملها ايه عشان توصل ل 3؟ ده معنى كده ان دي لو ايكويجن 1 ودي لو ايكويجن 2 وانا هركز على الواي، هضطر اعمل الايكويجن دي كلها تايمز 3 ودي كلها تايمز 2 عشان تظهر لي هنا 6 واي وهنا 6 واي. يبقى دايما ما نركزش على ايه، على فاريبل واحد. ليه؟ لان انا عندي هنا الاكس ممكن بسهوله اوصلها لمين؟ ل3 اكس. يبقى هنعمل ايه؟ الايكويشن دي نعملها ملتيبيكيشن باي 3. يبقى ملتيبلاي ايكويشن 2 باي 3، يبقى 3x ماينس 9y ايكوال كام؟ ايكوال 15. ونخلي دي كده 3. بعد كده نعمل اديشن ولا سبتراكشن؟ الاثنين نفس الساين، بنعمل سبتراكشن. يبقى سبتراكت equation 3 from 1، حط 1 فوق، يبقى 3x plus 2y equal 4، ونحط تحتيها 3x minus 9y equal 15. طالما هنعمل subtraction لازم نغير الساين، يبقى دي كده نيجاتيف، دي بوزيتيف، ودي ايه؟ ودي نيجاتيف. ده راح مع ده، بوزيتيف 2y و9y، يبقى 11y equal negative 11. ده معناه ان ال y equal كام؟ negative 1. يلا نكمل هنا، نعوض مثلا in equation 2. in equation 2 يبقى انا عندي ال x minus 3 times negative 1 equal 5، يبقى ال x plus 3 equal 5. ده معناها ان ال x equal 2، يبقى then the solution set هي equal على طول 2 و negative 1. نيجي اللي بعديها، هنا عندي 3x minus y، وهنا عندي هنا y بالبوزيتيف minus 2x. الاكس مختلفه لكن الواي عندي جاهزه، دي هنا بالنيجاتيف y ودي بالبوزيتيف y. طب نظبط دي الاول كده، يعني نخلي شكلها نيجاتيف 2x plus y equal 3 عشان بس نظبط الشكل. ها هنعمل ايه بعد كده؟ هنعمل اديشن، نخلي دي 1 ونخلي دي 2. adding equation 1 and 2، يبقى عندي 3x minus y equal negative 4، وهنا هنقول negative 2x plus y equal 3. الواي هتروح مع الواي، يبقى انا عندي هنا x equal كام؟ negative 4 plus 3 يدي negative 1. يلا مثلا نعوض in equation 1. in equation 1 هنوصل لان 3 times negative 1 ماينس الواي ايكوال كام؟ نيجاتيف 4. ده معناه ده لو كده نيجاتيف 3، روحنا بوزيتيف 3، يعني نيجاتيف واي ايكوال نيجاتيف 4 بلس 3، يعني نيجاتيف الواي ايكوال نيجاتيف 1، يعني الواي ايكوال كام؟ ايكوال 1، والاكس عندي نيجاتيف 1. يبقى السوليوشن سيت عباره عن نيجاتيف 1 وايه؟ و1. يلا اللي بعد كده نوضب الشكل ده، يبقى انا عندي هنا 3x ماينس الواي ايكوال 8. نبص بعينينا نلاقي عندي هنا 2y وعندي هنا y وعندي هنا x و3x. طب اخلي الx زي الx ولا الواي زي الواي؟ الواي عندي جاهزه، الساينز مختلفه، يبقى انا لما اشتغل على الواي واعمل اديشن اسهل من لما اشتغل على الاكس واعمل سبتراكشن واضطر اخلف الساين. يبقى لو قلنا دي كده ايكويشن 1، يبقى ملتبلاي 1 ان 2. ايكويشن 1 ان 2 توصلني لايه؟ توصلني ل 6x minus 2y equal 16. نخلي دي كده 3. add 1 و 3. adding equation 1 و 3. يبقى انا عندي هنا x plus 2y equal 5، وعندي هنا 6x minus 2y equal 16. ده راح مع ده، يبقى 7x عندنا هت equal 21، يعني الاكس ايكوال كام؟ ايكوال 3. طيب يلا نكمل مثلا في الايكويشن ديت، ان اكس بلس 2y ايكوال 5، يعني 3 بلس 2y ايكوال 5، يبقى 2y ايكوال 5 ماينس 3، يعني 2y ايكوال 2، يبقى الواي ايكوال كام؟ ايكوال 1. يبقى على طول اقدر اجيب الاس اس، يبقى زين السوليوشن سيت عندنا هت ايكوال 3
و 1. بروبلم 12 بيقول لي 2y minus 3x equal 7 وهنا 3y plus 2x equal 4. نلاحظ بقى هنا عشان تظبط الواي مع الواي والاكس مع الاكس صعب جدا، لازم اشتغل على الايكويشن دي وعلى الايكويشن دي. يعني ايه؟ مثلا انا عندي الاكسات هي اللي ايه، هي اللي الساين بتاعتها از ديفرنس، يبقى هنا عشان اوصل الاكس لل 6x لازم اعمل دي تايمز 2 وهعمل دي تايمز 3، يبقى ملتبلاي ايكويشن 1 ان 2 تديني ايه؟ تديني 4y minus 6x equal كام؟ equal 14. نخلي دي كده كام؟ نخلي دي 3 و multiply equation 2 in 3 ده يديني 9y minus, plus 6x equal كام؟ equal 12. ودي كده ايه؟ دي كده 4. دلوقتي ممكن اعمل addition للايكويشن دي مع الايكويشن دي، يبقى adding equation 3 and 4 نحطهم تحت بعض، 4y minus 6x equal 14 وعندي هنا 9y plus 6x equal 12. ده يروح مع ده، 4 و 9 13 يبقى 13y equal 26، يعني ال y 26 divided 13 يديني كام؟ يديني 2. نعوض مثلا هنا في equation 1 in equation 1 بقى 2 times 2 minus 3x equal 7. ال 40 هنا بنيجاتيف 4 يبقى نيجاتيف 3x equal 7 minus 4 يعني نيجاتيف 3x equal 3 يعني الاكس equal negative 1. يبقى على طول السوليوشن سيت هتبقى نيجاتيف 1 وايه؟ و2. نيجي اللي بعديها، عندي هنا الاكس والواي وعندي هنا الايكويشن دي. طيب نعمل دي مثلا تايمز 2 وبعد كده نعمل سبتراكشن، يبقى هنا دي 1 كده ودي كده 2 ملتبلاي equation 1 باي كام؟ باي 2، تديني 2x plus 4y equal 2 ونخلي دي 3. بعد كده نعمل subtraction للايكويشن دي مع الايكويشن دي، يبقى subtract 3 from 2، يبقى نحط 2 الاول، يبقى 2x plus 4y equal negative 5 وعندي هنا 2x plus 4y equal كام؟ نغير الساين نلاقي ده كده راح مع ده وده راح مع ده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الزيرو ايكوال نيجاتيف 7. هل ينفع الزيرو ايكوال نيجاتيف 7؟ مستحيل. يبقى على طول الاس اس ايكوال كام؟ ايكوال 5. يعني ايه الاس اس ايكوال 5؟ يعني التو ايكويشنز دول عباره عن تو بارالل ستريت لاينز، والاثنين طبعا مش كوانسيدنت، الاثنين بعاد عن بعض. يلا بروبلم 14، لما يجي لي حاجه بالمنظر ده اعمل مالتيبليكيشن باي الليست كومن مالتيبل للدينومينيتورز هنا وهنا. يعني هنا لو عملنا مالتيبليكيشن باي 6 كل الايه الفراكشنز دي هتروح، وهنا باي برضه باي 6 لان مفيش حاجه عندي مشتركه مع ال 2 وال 3 الا ال 6 يعتبر ليست كومن مالتيبل للاثنين دول. يبقى هنخلي دي كده 1 ونخلي دي كده ايه 2، يبقى مالتيبلاي ايكويشن 1 باي 6 تديني ايه؟ ال 6 تروح مع ال 6 اللي تحت، يبقى اكس بلس 6 لما تخش على هنا يبقى هنا ديفايدد 1 يديني 1 وال 6 ديفايد 1 يديني 2، يبقى يديني هنا 2y ايكوال كام؟ ايكوال 2. وبعد كده نعمل برضه مالتيبليكيشن لدي باي 6 وملتبلاي ايكويشن 2 باي 6 تديني ايه؟ تديني 3x بلس 4y ايكوال كام؟ ايكوال 6. ان ال 6 لما تخش هنا هتروح مع ال 2 يحصل لها كانسليشن يديني 3، وهنا ال 6 تايمز 12 ديفايد 3 يديني 4، و 6 تايمز 1 يديني 6. يبقى دي كده ايكويشن 3 ودي كده ايكويشن ايه؟ ايكويشن 4. برضو نبتدي بقى نشتغل على واحده فيهم عشان نظبطها. نعمل مثلا ان دي تايمز 3 يبقى ملتبلاي
equation 3 by 3 نوصل لإيه؟ نوصل لـ 3x plus 6y equal كام؟ equal 6 دي كده إيه؟ دي كده 5. بعد كده نعمل subtraction لـ 5 from 4 subtract equation 5 from equation 4 يبقى هنحط 4 الأول يبقى عندي 3x plus 4y equal 6 واللي تحتيها 3x plus 6y equal كام equal 6. هنغير الساين هنا نيجاتيف 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 ده راح مع ده يبقى عندي نيجاتيف 2y equal 0 يعني ال y equal كام equal 0. ولما ال y equal 0 نعوض مثلا in 3 in equation 3 يبقى ال x plus 0 equal 2 يعني ال x equal 2 يبقى ال solution set هتيكوال معانا 2a و0. Exercise 3 بيقول لي find the solution set for each pair of the following two equations algebraically and graphically. نعملها بالطريقتين. ادي التو equations اللي عندنا، نلاحظ ان هنا الواي مظبوطه y equal to x plus 3. طب خلاص ما هي جاهزه، ناخدها نحطها مكان الواي دي. يبقى هنشتغل بالسبستيوشن. يبقى هنا نقول كده 1 وهنا 2 from 2 in 1. يبقى 3x minus y هيبقى minus on bracket 2x plus 3 plus 4 equal 0. يبقى 3x minus 2x هندستريبيوت النيجاتيف ايه على البراكت ده minus 3 plus 4 equal 0 يعني 3x minus 2x يديني x minus 3 plus 4 يعني plus 1 equal 0 يعني ال x equal negative 1. طيب نعوض فين في equation مثلا 2 in equation 2 يبقى ال y equal 2 times negative 1 plus 3 اللي هي negative 2 plus 3 تديني ايه؟ تديني 1. يبقى ال solution set عبارة عن negative 1 و ايه؟ و 1. نيجي نحلها graphically. أول equation عندي اللي هي 3x minus y plus 4 equal 0 نحط الـ إيه؟ نحط الـ x بـ 0 يبقى ده كله راح، نودي الـ y هناك يبقى الـ y بـ 4. لما نيجي نحط الـ x بـ 1 مثلا يبقى أنا عندي 3 times 1 بـ 3 minus الـ y plus 4 equal 0 يبقى 3 plus 4 7 نودي الـ y الناحية التانية يبقى الـ y عندي بـ 7. طيب نخليها مثلا negative 1 لو قلنا x بـ negative 1 يبقى negative 3 minus y plus 4 equal 0 يبقى انا عندي negative y plus 1 equal 0 يبقى ال y equal كام equal 1. يلا نرسمها 0 و 4 اهي 1 و 7 وعندي negative 1 و 1. نرسم ال straight line نوصل الثلاث نقط ببعض ونكتب عليه ال equation بتاعته 3x minus y plus 4 equal 0. الستريت لاين الثاني اللي هو y equal to x plus 3 لما ال x ب 0 ال y عندي بكام؟ ال y ب 3 حط ال x ب 1 يبقى انا عندي 2 times 1 ب 2 plus 3 يديني 5 حط عندي ال x ب 2 يبقى انا عندي هنا 2 times 2 is 4 plus 3 equal كام؟ equal 7. لو حطينا هنا ال y ب 0 عشان اجيب ال x intercept هلاقي ان ال x طلع بفراكشن، فلو الواي موجوده في الليفت هاند سايد لوحدها كده ناخد 0 1 2 على طول. هنا 0 و 3 تبقى هنا اهي 1 و 5 اهي 2 و 7 اهي. نوصل النقط دي ببعض هنلاقي ان البوينت اوف انترسكشن اللي هي البوينت دي عباره عن نيجاتيف 1 و ايه و 1. يبقى السوليوشن سيت عبارة عن نيجاتيف 1 و ايه؟ و 1. نيجي نشوف بروبلم 6 نحاول مثلا نحلها المرة دي بالسبستيوشن، نجيب ال 4 هنا ونجيب ال 2 اكس هنا، يعني ال y عبارة عن ايه؟ عبارة عن 4 minus ال 2 اكس كده 1 كده ايه؟ كده 2. يبقى from
in 1 يبقى 3x plus 4 times الواي اللي هي 4 minus 2x equal 11. ده معناه ان 3x plus 16 minus 8x equal 11. ده times ده وده times ده. طيب 3x minus 8x يبقى minus 5x. هنا البوزيتيف 16 تروح هناك بنيجاتيف 16 يبقى 11 minus 16 يعني نيجاتيف 5x equal نيجاتيف 5 يبقى زين الx equal كام؟ equal 1. نعوض مع بعضينا مثلا في 2 in equation 2 يبقى عندي الy هيبقى 4 minus 2 times 1 اللي هي 4 minus 2 which is 2. يبقى solution set عبارة عن 1 و A و 2. يبقى مش لازم كل مرة نجري ونحلها بالأوميتنج، ممكن تمشي معايا برضو بالسبستيوشن عادي خالص. نيجي نحلها جرافيكالي، أول إيكويجن عندي 3x بلس 4y إيكوال كام؟ 11. والتانية 2x بلس y ماينس 4. هنا 2x بلس الy ماينس ال 4 إيكوال 0. نيجي نحط الx ب 0 ده كده راح، يبقى 4y إيكوال 11 يعني الy إيكوال 11 أوفر ال 4 اللي هي هتدينا 2.75. حط الواي بزيرو يبقى انا عندي 3x equal 11 يعني الx equal 11 divided 3 اللي هي تقريبا هيديني 3.66. ممكن نحط بعد كده مثلا الx ب 1 ده يبقى هنا عندي 3 يروح الناحيه الثانيه يبقى 11 minus 3 ب 8 8 divided 4 يديني كام؟ يديني 2. يبقى انا عندي 0 و 2.75 تقريبا هنا كده، وعندي 3.66 و 0 تقريبا هنا كده، وعندي 1 و 2 يبقى تقريبا هنا كده. يبقى نرسم ال 3 بوينتس دول كده نوصلهم ببعض ونكتب عليه 3x plus 4y equal 11. نيجي نشوف التاني، نحط الx ب 0 ده كده راح، يبقى الy عندي equal 4. نحط الy ب 0 ده كده راح، ده يروح الناحيه الثانيه ب 4 divided 2 يديني 2. ناخد مثلا الx ب 1 يبقى 2 times 1 ب 2 minus 4 بنيجاتيف 2 تروح الناحيه الثانيه ب 2. يبقى انا عندي 0 و 4 اهو، وعندي 2 و 0 اهي، وعندي 1 و 2 اصلا جاي لي اصلا كوم. نرسم الستريت لاين بتاعنا، نكتب عليه اسمه 2x plus y minus 4 equal 0. يبقى البوينت دي السوليوشن اللي هي ايه؟ 1 و 2. يبقى ال SS equal 1 و 2، وطبعا لازم يطلع زي الايه؟ زي الحل بتاع الالجبريك. نيجي نشوف اكسرسايز 4، بيقول لي what is the number of solutions of each pair of the following equations. ناخد بالنا بيسالنا عن النمبر اوف سوليوشنز، ما بيقولكش هات السوليوشن سيت. يبقى هنا هنعمل ايه؟ هنفتكر ان الواي ايكوال ام اكس بلس سي، وابتدي اشتغل واجيب السلوب بتاع الايكويشن دي والايكويشن دي، وعندي ثلاث حالات للسلوب. لو مختلفين عن بعض يبقى هما الاثنين انترسكتد، يبقى السوليوشن عندي وان سوليوشن. لو هما الاثنين زي بعض والواي انترسبت از ذا سيم يبقى هما الاثنين كوينسيدنت. لو التو سلوبز زي بعض والواي انترسبت مختلف يبقى هما الاثنين بارلل، يبقى عدد السوليوشنز انفاينايت. طب نيجي نشوف هنا، اول حاجه نجيب الايه؟ الواي في طرف لوحدها، يعني هنا ال 4y هتيكوال نيجاتيف 7x بلس مين؟ بلس 6. وديت الايه؟ 7x هناك. ديفايدد 4 يبقى الواي هتيكوال نيجاتيف 7 اوفر ال 4x بلس 6 اوفر ايه؟ اوفر 4. مش محتاجه في حاجه. يبقى انا عندي الام 1 هنا ايكوال نيجاتيف 7 اوفر ال 4. يلا هنا نيجاتيف 2y هيكوال، وده الناحيه الثانيه هيبقى نيجاتيف 5x بلس ال 14. نديفايد اوفر نيجاتيف 2 يبقى الواي هتيكوال نيجاتيف 5 ديفايد نيجاتيف 2 اللي هي 5 اوفر 2، و 14 ديفايد نيجاتيف 2 اللي هي نيجاتيف 7. يبقى على طول هنا ام 2 ايكوال 5 اوفر ايه؟ over 2. واضح قوي ان since ان ال m1 doesn't equal m2 يبقى then the two straight lines are intersected
lines are intersected. وطالما intersected يبقى الانترسكشن بيحصل في one point. يبقى then the number of solutions is one. يلا اللي بعديها نيجي نبص هنا نخلي ال y في طرف لوحدها يبقى 2y equal negative 4x plus 10 divide over 2 يبقى ال y equal negative 4 divided 2 بنيجاتيف 2 negative 2x هيبقى plus مين؟ plus 5. يبقى انا عندي هنا السلوب m1 equal كام؟ equal negative 2. يلا هنا هنا جاهزه y equal negative 2x minus 5 يعني على طول ال m2 equal كام؟ negative 2. زي ما احنا شايفين هنا عندي m1 equal m2 يعني ال two slopes are the same. مين اللي هيفرق اذا كانوا الاثنين coincident ولا parallel؟ ال y intercept. ال y intercept بيجي ازاي؟ عند ال x equal 0. يبقى بالنسبه لل equation دي 4y equal negative 2x plus 5 at x equal 0 ال y عندي هت equal كام؟ ده كله راح، ال y equal 5. يبقى then 0 5 is the intersection with ال y axis. طيب 4 التانية بقى اللي هي y equal negative 2x minus 5 at x equal 0 y equal كام؟ negative 5. يبقى then 0 negative 5 is the intersection with a with the y axis. وزي ما انتم شايفين ان ال y intercept points are different يبقى هما الاثنين parallel. يبقى هنقول since ان ال m1 equal m2 and the y intercept points are different. يعني ايه هما الاثنين ديفرنت؟ يعني التو ستريت لاينز ار بارلل، وطالما بارلل يبقى عمرهم ما هي ايه؟ ما هيحصل بينهم انترسكشن. يبقى النمبر اوف سوليوشنز از زيرو. يبقى زين ذا نمبر اوف سوليوشنز از زيرو. يلا اللي بعد كده نخلي الواي في طرف لوحدها يبقى ال 6y هت ايكوال نيجاتيف 9x plus 24 divide over 6 يبقى ال y equal negative 9 over 6 x plus mean plus 4 يعني ال y هت equal negative 3 over 2x plus ال a plus 4 يعني ال m equal negative 3 divided 2. نيجي هنا هنا 2y هت equal معنا negative 3x plus ال 8 divide over 2 يبقى ال y هت equal negative 3 over 2x plus mean plus 4. مش لازم بقول m1 m2 لان انت ال 2 equations زي بعض. يبقى since the 2 equations are identical يعني هما الاثنين زي بعض بالظبط يبقى then the number of solutions is infinite. Exercise 5 will find the value of A و B knowing that the ordered pair 3 و negative 1 is the solution of the two equations. يعني ايه the ordered pair solution للtwo equations؟ يعني من حقي اخد الx coordinate احطه مكان الx والy coordinate احطه مكان الy. يبقى انا هنا هنقول A times 3 plus B times الy عندي بnegative 1 minus L5 equal 0. هتتحول معايا الtwo equations بدل ما هما في x وy تبقى في A و B. يبقى 3A minus b نودي دي الناحيه الثانيه equal كام؟ equal 5. دي اول equation. الناحيه الثانيه هيبقى عندي 3a الاكس مكانها 3 plus b الواي مكانها negative 1 equal كام؟ equal 17. يبقى هنا 9a الكلام ده minus b equal كام؟ equal 17. ودي ايه؟ ودي equation 2. حظنا حلو ان ال b زي ال b. نعمل subtraction subtract 2 from a from 1
يبقى عندي 3a minus b equal 5، ونحط تحتيها 9a minus b equal كام؟ equal 17. نغير الساينز، هنا تبقى نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، ده راح مع ده، يبقى نيجاتيف 6a equal نيجاتيف 12، ده معناه ان ال a نيجاتيف 12 divided نيجاتيف 6 which is it 2. لما يكون ال a ب 2 نعوض مثلا في equation 1، in equation 1 يبقى then 3 times ال 2 minus ال b equal 5، يعني ال 6 minus ال b equal ال 5، يبقى ال b عندي equal كام؟ equal 1. هو عايز ال a وال b، ممكن نختم نقول له يبقى زين a equal 2 وال b equal كام؟ equal 1. نيجي اللي بعديها نفس الكلام، بيقول لي ال a و 2 b solution للتو equations دول، find a و b، ناخد ال a نحطه مكان ال x وناخد ال 2 b مكان ال y. يبقى هنا هيبقى 3 الاكس عندي ب a ماينس الواي ب 2 b ايكوال كام؟ ايكوال 5، يعني 3 a ماينس 2 b ايكوال ايه؟ ايكوال 5. دي اول ايكويشن. الايكويشن الثانيه اكس بلس الواي يعني a بلس 2 b ايكوال نيجاتيف 1، دي الايكويشن الثانيه. عندي ال 2 b هنا بالبوزيتيف وهنا بالنيجاتيف، بنعمل اديشن للاثنين، يبقى ادنج ايكويشن 1 و 2 يبقى انا عندي هنا 3a minus 2b equal 5، وتحتيها هنا a plus 2b equal negative 1، ده راح مع ده، يبقى 4a equal 4، يعني ال a equal كام؟ equal 1. نعوض مثلا في 2 in equation 2، يبقى 1 plus 2b equal negative 1، يعني ال 2b equal negative 2، يعني ال b equal كام؟ negative 1. يبقى انا عندي ال a ب 1 وال b ب negative 1، يبقى زين a equal 1 وال b equal negative 1. problem 7 بيقول لي f of x ب a x squared plus ال b، ومديني f of 1 ب 5 و f of 2 ب 11، عايز ال value of a و b. دي من المسائل برضو الحلوه، عايز يتاكد ان انت فاهم معنى f of 1 equal 5. ما معنى كلمة f of 1 equal 5؟ يعني لما ندخل في الفانكشن دي x ب 1، الفانكشن اللي هي الواي تديني 5، احنا ممكن f of x كلها عليها y، يبقى أنا هشيل ال f of x وأحط 5 وأشيل ال ايه؟ ال x وأحط 1، يبقى أول equation بتقول لي إيه؟ بتقول لي إن ال 5 هت equal a times 1 squared plus ال b، يعني ال a plus ال b equal كام؟ equal 5. طب إيه الإيكويشن التانية؟ ال f of 2 equal 11، يعني ال 11 هت equal a times، هنحط مكان ال x 2 squared plus مين؟ plus ال b، يعني هنا 4a plus ال b equal كام؟ equal 11. دي كده 1، دي كده ايه؟ دي كده 2. subtract 1 from 2 عشان الساين بتاعت ال b هنا زي بعض، يبقى انا عندي 4a plus ال b equal 11، وهنحط تحتيها a plus ال b equal 5، ده minus 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 راحوا مع بعض، 4a minus a يبقى 3a هت equal معنا كام؟ 11 minus ال 5 يديني 6، ده معناها ان ال a equal كام؟ ال a equal 2. لما ال a equal 2 in equation 1، يبقى انا عندي 2 plus ال b equal 5، يبقى ال b عندي equal كام؟ equal 3. يبقى زين a equal 2 وال b equal 3. اللي بعديها complete the following: the two straight lines which represent two equations x equal 3 و y equal 1 are intersected at the point a. هو ما معنى كلمة x equal 3؟ ده straight line كل الاوردر ديبيرز اللي عليه الاكس كوردينيت ب 3. طب وما هو الواي ايكوال 1؟ ده ستريت لاين كل الاوردر ديفيرز اللي عليه الواي كوردينيت بتاعتها بايه؟ ب 1. فطبيعي هيحصل لهم انترسكشن في البوينت اللي اسمها ايه؟ 3 و 1. وتعالوا نوضحها هنا. لما اقول اكس ايكوال 3 ده ستريت لاين،
كل البوينتس اللي عليه الاكس كوردينيت ب 3 بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى ستريت لاين كده بيربنديكولار على الاكس وبارلل للواي عند البوينت اللي هي 3 على الاكس. طيب واي ايكوال 1 ده عباره عن ايه؟ عباره عن ستريت لاين بارلل للاكس وبيمر بالبوينت اللي هي 1 على الواي اكسس اهي. يبقى كل ده كده اسمه واي ايكوال 1. كل النقط اللي عليه ديت الواي كوردينيتس بتاعتها ب 1، الاكس هي اللي بتختلف. وده اسمه اكس ايكوال كام؟ اكس ايكوال 3. كل البوينتس اللي عليه ديت الاكس بتاعها ب 3 والواي هو اللي بيختلف. نلاحظ ايه؟ الانترسكشن بوينت اهي اسمها ايه؟ اسمها 3 و1. اللي بعد كده بيقول لي the point of intersection of the two straight lines x plus 3 equal 0 و y minus 5 equal 0 lies in the equid. طب نرسمها هنا x plus 3 equal 0 يعني x equal negative 3. يعني تعالى عند النيجاتيف 3 كده واعمل لي straight line parallel لمين؟ لل y وبربنديكولار على الاكس. ده اسمه ايه؟ x equal negative 3. كل البوينتس اللي عليه x بنيجاتيف 3. طب التاني لما الواي ماينس الفايف ايكوال زيرو يبقى الواي ايكوال كام؟ الواي ايكوال فايف. يعني ايه كلمة الواي ايكوال فايف؟ تعالى عند البوينت اللي اسمها واي بفايف واعمل ستريت لاين بيربنديكولار على الواي. ده اسمه كده واي ايكوال فايف. يبقى فين هي البوينت اوف انترسكشن؟ اهي اللي هي ايه؟ اللي هي نيجاتيف 3 و5. دي موجودة في اني كواد؟ في السكند كواد. يبقى دي هنا in the second quadrant. اللي بعديها the solution set of the two equations x plus y equal 0 y equal 5 is a. عندي أول واحدة x plus y equal 0 والتانية y equal 5. طب لما تبقى ال y ب 5 يبقى ال x عندي هنا بكام؟ يبقى أنا عندي هنا ال x نشيل y نحط 5، x بلس ال 5 ايكوال كام؟ ايكوال 0. يعني الاكس عندي ايكوال نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 5. يبقى زين السوليوشن سيت هت ايكوال البوينت اللي اسمها نيجاتيف 5 وايه؟ و5. اللي بعد كده بيقول لي عايز السوليوشن سيت للايكويشنز ديت. يبقى انا عندي هنا 3y هت ايكوال نيجاتيف x بلس ال 4. يعني ال y هت ايكوال كام؟ نيجاتيف 1 اوفر 3x بلس 4 اوفر 3. طب الثانيه هيبقى 3y هي ايكوال نيجاتيف x بلس مين؟ بلس ال 1 لديفايد اوفر 3. يبقى ال y بيكوال نيجاتيف 1 اوفر 3x بلس 1 اوفر ايه؟ اوفر 3. السلوبز ار ذا سيم لكن ال y انترسبت طبعا مختلف، يبقى الاثنين دول بارلل. يبقى السوليوشن سيت عندي از فاين. اللي بعد كده بيقول لي عايز السوليوشن سيت للتو ايكويشنز دول. لما نيجي نبص بعينين نلاحظ ان دي تقريبا قريبه من دي. ما تيجي نعمل الايكويشن دي ديفايدد 2 يبقى يديني 4x بلس الواي ايكوال كام؟ ايكوال 6. هي هي ايه؟ هي هي دي. يبقى التو ايكويشنز ار ايدنتيكال. يبقى الاثنين دول كوانسيدنت. يبقى السوليوشن سيت عباره عن ايه؟ عباره عن كل الاوردر دي بيرز اللي في البلين. طب نكتبها ازاي؟ نكتبها كده. نكتبها x و y يعني كل الاوردر دي بيرز اللي هم على شكل x و y. طب ايه العلاقه اللي بتحكم الاوردر دي بيرز دول؟ العلاقه اللي بتحكمهم اي ايكويشن من دول. ممكن نقول وال 4x بلس ال y ايكوال كام؟ ايكوال 6. مين هو الدومين بتاعي؟ وال x وال y it belongs للايه؟ للكارتيزيان برودكت r تايمز الايه؟ r تايمز r. نيجي اللي بعد كده. The unique solution of the two equations ديت is a. هنا y ب 2. طب ناخد ال y نعوض بيها هنا. يعني ال 2x equal 2 يعني ال x equal كام؟ x equal 1. يبقى ال solution عندي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 1 وكام؟ 1 و 2. ما قاليش بقى عايز solution set، ده عايز just one order the pair. هنا عايز ال ss لل two equations دول. طيب هنا x divided 2 plus 1 equal 0 يعني ال x divided 2 equal negative 1. ودي ده هنا يبقى ال x عندي equal negative الايه؟ negative 2. طب والناحية التانية ال y عندي equal كام؟ equal negative 5. يبقى ده straight line perpendicular على ال x axis at negative 2
وده ستريت لاين بيربنديكولار على الواي اكسس ات نيجاتيف 5. يبقى الاس اس عندي عباره عن ايه؟ الاوردر دير اللي اسمه نيجاتيف 2 ونيجاتيف 5، وشفناها من شويه على الرسم. اللي بعديها التو ستريت لاينز دول ار بارلل، يبقى الاي بكام؟ اول ايكويشن دي ال 3 واي ايكوال نيجاتيف الاكس بلس ال 4، يعني الواي ايكوال نيجاتيف 1 اوفر 3 اكس بلس ال 4 اوفر ال 3، يعني السلوب عندي هنا ايكوال نيجاتيف 1 اوفر 3. نيجي نشوف الناحيه الثانيه، المفروض ان الاي واي ايكوال نيجاتيف الاكس بلس 7، يعني الواي هت ايكوال نيجاتيف 1 اوفر اي اكس بلس 7 اوفر الاي. يبقى هنا السلوب عندي ام 2 ايكوال نيجاتيف 1 اوفر الاي، سينس ان الام خلي دي 1، ام 1 ايكوال ام 2، يبقى زين نيجاتيف 1 اوفر 3 ايكوال نيجاتيف 1 اوفر اي، يبقى عندي الاي ايكوال كام؟ ايكوال 3. اللي بعديها بيقول لي if there is only one solution for the two equations ديت، يبقى ال k cannot equal a، cannot equal a. خد بالك طالما one solution يبقى لازم يحصل لهم intersection، يبقى ما ينفعش ابدا يبقى السلوب ايكوال السلوب. يبقى احنا نحط ال two equations على الصوره y equal mx plus c ونشوف المساله هتودينا فين. هنا ال two y equal negative x plus 1، يعني ال y equal نيجاتيف 1 اوفر 2x بلس 1 اوفر 2. طيب الناحيه الثانيه الكي واي هتيكوال نيجاتيف 2x بلس 2، يعني الواي هتيكوال معايا نيجاتيف 2 اوفر كي اكس بلس 2 اوفر كي. هنا عندي الام 1 ايكوال نيجاتيف 1 اوفر 2، وعندي هنا الام 2 ايكوال نيجاتيف 2 اوفر الكي. عشان التو ايكويشنز دول يحصل لهم انترسكشن ما ينفعش ام 1 يكون ام 2، يبقى هنشوف الفاليو اللي عندها الام 1 هتيكوال ام 2، ودي اللي نقول ان الكي كانوت ايكوال ذيس فاليو. يبقى ات ام 1 ايكوال ام 2، يبقى زين نيجاتيف 1 اوفر 2 ايكوال نيجاتيف 2 اوفر كي، ده تايمز ده ايكوال ده تايمز ده، يعني النيجاتيف كي ايكوال نيجاتيف 4، يبقى ال k equal a equal 4. يبقى at ال k equal 4 الاثنين دول هيكونوا parallel، يبقى علشان يكون ليهم حل وحيد لازم ال k cannot equal 4. ال exercise اللي بعد كده choose the correct answer from those given. Which of the following graphs represents two equations of the first order in two variables which have no common solution؟ هما مين هما اللي مالهمش common solution؟ ال parallel lines اللي هما مين؟ اللي هو b. اللي بعديها ال point of intersection of two straight lines x plus 2 equal 0 y equal x equal a، هو هنا ال x equal كام؟ هنا ال x equal negative 2. طب وده ال x equal y، يعني برضو ال y equal negative 2، يبقى ال point عبارة عن ايه؟ عبارة عن negative 2 negative 2. نيجي اللي بعد كده ال two straight lines دول r مالهم؟ عندي 3x equal 7، 3x equal 7 يعني x equal 7 over 3، ده straight line، ده كده vertical perpendicular على x عند البوينت اللي اسمها 7 over 3. طب والتاني اللي هو 2y equal 9 ده ماله؟ يعني ال y equal 9 over 2 ده horizontal، بيخبط عندي في ال y في البوينت اللي اسمها 9 over 2، يبقى واحد horizontal والتاني vertical، يبقى الاتنين perpendicular. اللي بعد كده التو ستريت لاينز دول ار ايه؟ نبص عليهم. انا عندي هنا اكس بلس 5 واي ايكوال 1، وعندي اكس بلس 5 واي ايكوال 8، يبقى واضح ان هما الاثنين ايه؟ هيكونوا بارلل، لان لما اجي احطها في الصوره بتاعت السلوب هلاقي السلوب زي السلوب والواي انترسبت مختلف، يبقى الاثنين دول بارلل. اللي بعد كده السوليوشن سيت للتو ايكويشنز ديت از ايه؟ عندي اكس ماينس 2 واي، وعندي هنا 3 x بلس الواي، نعمل دي تايمز 2 عشان نخلف الواي، يبقى عندي دي هتديني 6x بلس 2y ايكوال كام؟ ايكوال 20. نعمل الاثنين اديشن، يبقى انا عندي x ماينس 2y ايكوال 1، وهنا 6x بلس 2y ايكوال 20.
طبعا ده راح مع ده، يعني ال 7x equal 21، يبقى على طول ال x equal كام؟ ال x equal 3. لما يكون ال x equal 3 نعوض هنا، يبقى 3 minus 2y equal 1. نودي ال negative 2y هنا، وال y هنا يجي بال negative، يعني 3 minus 1 اللي هي 2 هت equal معايا 2y، يعني ال y equal كام؟ equal 1، يبقى 3 1 اللي هي دي. نيجي هنا ال 2 straight lines دول are intersecting at الاوريجين بوينت ولا الفيرست كواد ولا السكند ولا الثيرد، لازم نحلهم مع بعض. طيب نعمل لدي تايمز 5 ودي تايمز 3 عشان يظبطوا معايا. يبقى انا اول واحده هنا هعمل لها تايمز 5، هتبقى 15x بلس 25y ايكوال 0، والثانيه لما اجي اعمل لها تايمز 3 يبقى 15x هيبقى ماينس 9y ايكوال كام؟ ايكوال 0. نغير الساين، دي راحت مع دي، يبقى انا عندي هنا 34y equal 0، ده معناها ان الواي ايكوال كام؟ الواي ايكوال 0. لما تكون الواي ب 0 ده كده راح، لما نيجي نعوض بيها يبقى 3x equal 0، يعني الاكس برضه ب 0، يبقى الانترسكتنج جات ايه؟ الاوريجن بوينت. اللي بعديها بيقول لي if the point of intersection للتو ستريت لاينز دول lies on the fourth squared يبقى ال k may be equal ايه؟ طب نشوف هنا. هنا اول واحد الاكس عندي ايكوال 1، ده اول ستريت لاين. لما يكون عندي الاكس ب 1 ده معناه ان هو كده، ده فيرتيكال وبربنديكولار على الايه؟ عند البوينت اللي هي ايه؟ اللي هي 1، الاكس ب 1. الواي عندي ايكوال 2 كي، يبقى الستريت لاين ده يا ماشي كده يا ماشي كده، لان ال y equal 2 k ده straight line، المفروض ان هو horizontal. يبقى لو جه هنا او جه هنا، يبقى يا اما هيقع في الفيرست كواد يا اما هيقع في الفورث كواد. وهو ايه اللي في المساله؟ ان الانترسكشن بوينت lies on the fourth كواد، يبقى وقع هنا. يبقى عشان تيجي هنا لازم ال y تكون بنيجاتيف، يبقى لازم اختار ايه؟ الفاليو دي. اللي بعديها النمبر اوف سوليوشنز للتو ايكويشنز دول از ايه؟ لازم نحط كل واحدة من دول في الصورة بتاعت y equal mx plus c. أول واحدة عندي هنا هنعمل times 2 equation، يبقى ال 2x minus ال y equal كام؟ equal ال 8، يعني ال y هت equal 2x minus ال 8. طيب الناحية التانية 2x minus y equal 2، نودي دي هنا ونجيب دي هنا، يعني ال y هت equal 2x minus ال ايه؟ minus 2. 2x minus 8 و 2x minus 2 واضح ان هما بارلل، يبقى الاثنين دول مالهمش اي سوليوشن، يبقى الحل بتاعي الزيرو. نيجي اللي بعد كده بيقول لي if there are infinite number of solutions of two equations دول، طالما ليهم infinite number of solutions هما الاثنين coincident، يبقى على بعض. يبقى لما يكون عندي x plus 4y equal 7 والناحيه الثانيه 3x plus ky equal 21، لما نيجي نلاحظ ان انا عندي هنا 7 وعندي هنا الاكس هنا 1، ال 7 دي وال 21 تلفت نظري لايه؟ ال 21 7 تايمز 3. طب ما تيجي نعمل الايكويشن دي تايمز 3، يبقى انا عندي x بلس 4y ايكوال 7 تايمز 3 تديني ايه؟ تديني 3x بلس 12y ايكوال 21. وطالما الاثنين ليهم infinite number of solutions يبقى identical، يبقى هما الاثنين زي بعض بالظبط، يبقى معنى كده لازم الكيت ايكوال كام؟ 12. اللي بعديها تو اوردرد بيرز بيكوال بعض، يبقى الواي والاكس ايكوال كام؟ طبعا ده ايكوال ده. انا عندي هنا اكس بلس الواي ايكوال 5، الفيرست بروجيكشن هيكوال الفيرست، وهنا السكند هيكوال السكند. الايكويشن الثانيه اكس ماينس الواي ايكوال كام؟ نيجاتيف 3. نحطهم تحت بعض، ادي x minus y equal negative 3، نعمل sum، يبقى ال 2x equal كام؟ equal 2، يعني ال x equal 1، ولما اكون ال x ب 1 ونعوض هنا يبقى ال y عندي بكام؟ ال y equal 4. يبقى انا عندي ال x equal 1 وال y equal 4. نبص هنا بيقول لي y و x، يبقى لازم احط ال first projection هو اللي 4 وال second هو اللي 1، يبقى نختار زي ما اتفقنا في مسائل الابلكيشنز، لازم نفرض الاول ال two variables حسب ما المساله بتقول لي. بيقول لي هنا the sum of two natural numbers 63 و their difference 11 find the two numbers. من اسهل مسائل الابلكيشنز طبعا المسائل اللي زي دي. اول حاجه نقول ايه؟ هنقول let the two numbers are x و y، consider the two numbers x و y،
suppose that the two numbers are x و y، اي حاجه. يبقى هنا consider that the two numbers are x و a و y. نيجي نشوف اول equation sum of the two natural numbers. يبقى انا عندي x plus y equal 63، دي اول حاجه من اول statement. and their difference، طب مين ماينس مين؟ اي حاجه مش فارقه. ونقول مثلا x minus y equal 11، دي كده 2. يبقى adding 1 and 2 يبقى عندي x plus y equal 63 وال x minus y equal 11، ده راح مع ده، يبقى ال 2x equal كام؟ 74. يعني ال x عندي equal 74 divided 2 اللي هي 37. نعوض in equation 1، يبقى انا عندي 37 بلس الواي ايكوال 63، يعني الواي هت ايكوال 63 ماينس 37. هنا عندي 13 ماينس 7 ايكوال 6، وعندي هنا 5 ماينس ايكوال 2 يبقى 26. يبقى the two numbers are 37 and 26. السؤال اللي بعد كده السم اوف تو انتجرز 54 وتوايس الفيرست ايكوالز ذا سكند، يبقى برضه كونسيدر ذات ذا تو نمبرز ار اكس واي وواي. اول واحده السم 54 يبقى اكس بلس الواي ايكوال 54، وهنا بيقول لي twice the first equals the second، يبقى 2x equal كام؟ equal y. نشيل يلا ال y ونحط مكانها 2x، هنا هنا 1 هنا 2، from 2 in 1 يديني على طول هنا x plus 2x equal 54، يعني 3x equal 54. يبقى ال x equal 54 divided 3، هنا يديني 1 ومعانا 2، و 24 over 3 يديني 18. يبقى at equation 1 at 18 plus ال y equal 54، يبقى ال y عندي هت equal 54 minus ال 18. هنا 14 minus 8 equal 6، وعندي 4 minus 1 يديني كام؟ يديني 3. يبقى ال two numbers are 18 and 36، يبقى the two numbers are 18 and 36. يلا اللي بعديها. If 3 times a number is added to twice a second number the sum is 13. طيب زي ما احنا متفقين the two numbers x و y، or x و a و y. يلا نترجم 3 times a number يبقى 3x is added to يبقى plus twice a second يبقى 2y equal كام؟ السم يديني 13، دي أول واحدة. الثانية and if the first number is added to 3 times a second، ال first added to 3 times a second the sum is 16، يديني كام؟ 16. أدي كده 1 ادي كده 2. نعمل ال 2 تايمز 3 عشان نخلي الاكس زي الاكس، يبقى ملتبلاي ايكويشن 2 باي 3. يبقى انا عندي 3x هيبقى بلس 3 تايمز 3 دي 9، يبقى 9y. 16 تايمز 3 يبقى 48، يبقى دي كده كام؟ 3. نسبتراكت 1 فروم 3، بنحط ال 3 الأول، يبقى 3x plus 9y equal 48، وهنا
3x بلس 2y equal 13. نغير الساينز، دي راحت مع دي، يبقى 7y equal هنا 8 minus 3 يديني 5، 4 minus 1 يديني كام؟ يديني 3. ده معناها ان الواي ايكوال كام؟ الواي ايكوال 5. طيب الواي ايكوال 5 نعوض فين؟ نعوض مثلا في دي ان ايكويشن 1، يبقى 3x بلس عندي هنا 2y اللي هي 2 تايمز 5 ايكوال 10 ايكوال كام؟ ايكوال 13. يبقى 3x ايكوال 3، يبقى الـ x ايكوال كام؟ ايكوال 1. يبقى التو نمبرز عندي عباره عن ايه؟ عباره عن ال 1 وال 5. يبقى زين the two numbers are 1 and 5. نيجي اللي بعديها. A rectangle is with a length more than its width by 4. يبقى انا عندي ال length عندي ب L وال width عندي ب W. ال length more than the width by 4، يبقى اللي عندي ال L minus ال W equal كام؟ equal 4. دي أول واحدة. يقول لي if the perimeter of the rectangle is 28، البريمتر اللي هو ايه؟ twice ال length plus ال width equal كام؟ equal 28. يبقى ال length plus ال width equal كام؟ يبقى ال length plus ال width 28 divided 2 يديني كام؟ يديني 14. ودي تاني واحدة. نعمل لهم هما الاثنين addition، يبقى adding 1 and 2، يبقى هنا L minus ال W equal 4 و L بلس ال W equal 14. ده راح مع ده، يبقى 2L equal 18. يبقى انا عندي ال length عندي is 9. لما يكون ال length 9 at equation 1 9 minus ال W equal 4، يبقى then ال W equal كام؟ equal 5. يبقى انا عندي المسألة تخلص على ايه؟ بيقول لي find the area، يبقى then the area هتيكوال معنا ايه؟ 9 تايمز الايه؟ تايمز ال 5 اللي هي 45 سنتيمتر سكويرد. طبعا دي هنا بالسنتيمتر وال 5 هنا بالسنتيمتر. بروبلم 5 بيقول لي if the number of the teams participating in the African Nations Cup is 16 teams، كلهم 16 teams، and the number of non-Arab teams is more than 3 times the Arab teams. يبقى انا عندي الارب والنون ارب، هم دول الايه؟ التو فاريبلز اللي عندي. يبقى consider that the number of الارب teams is x and النون ارب is 1. هما الاثنين المفروض 16. بيقول لي if the number of teams participating، يعني هما المشاركين كلهم 16، يبقى اول equation عندي x plus y equal 16. طيب تاني حاجه بيقول لي ايه؟ ال number of non-Arab اللي هو ال y، يعني ال y اهو ده ال non-Arab 4 more يعني ايه؟ يبقى هنعمل minus اللي جاي بعديه ده 3 times ال Arab teams، يبقى 3 times ال x equal كام؟ equal 4. يعني ده ازيد من ده ب 4، يبقى دي كده الايكويشن نمبر ايه؟ نمبر 2. نعمل لدي تايمز 3 ونعمل للاثنين اديشن، يبقى دي هنا 3x بلس 3y ايكوال 48، دي كده نمبر 3، واد 2 اند 3، حطهم تحت بعض ال 2 و 3، نيجاتيف 3x بلس الy ايكوال 4، وهنا 3x بلس 3y ايكوال 48. طبعا ده راح مع ده، يبقى ال 4y equal 52، يبقى ال y عندي equal كام؟ equal 13. لما ال y ب 13 يبقى على طول زين المفروض ان هما الاثنين ب 16، يبقى ال x عندي equal كام؟ equal 3. بيقول لي find the number of the participating Arab teams، يبقى زين the number of ال Arab teams is 3. نيجي اللي بعد كده. The sum of ages of a man and his son is 55 years. نبتدي بقى المسائل الحلوة. يبقى أنا عندي consider that
the age of the man now is X. لازم نذكر كلمة now دي. And the sun now is what. بيقول لي sum of the edges 55. يبقى أنا عندي أول equation X plus Y equal كام 55. إيه تاني؟ If the man's age is more than 4 times his son's age by 5 years. يبقى الـ man's age اللي هو الـ X minus 4 times الـ Y by كام؟ by 5. يبقى دي كده ليه؟ التاني. نعمل دي multiplication by 4 تديني كام؟ تديني 4X plus 4Y equal هيبقى 220. ونعمل دي كده تحتيها يبقى عندي x minus 4y equal كام equal 5. نعمل subtraction يبقى ال 5x equal 225. ده معناها ان ال x equal 225 divided ال 5 which is هيدينا 45 years. طيب هو الصم بتاع الاثنين كام؟ الصم بتاعهم 55 يبقى على طول يبقى his son is 10 years old. نيجي اللي بعد كده. If twice the number of girls in a school is more than the number of boys by كام؟ By 50. يبقى consider that the number of girls is X will boys is y x y twice the number of girls يبقى 2x more than يبقى minus more than a number of boys by 50 يبقى minus y equal كام equal 50. دي اول كده اول واحد. وبعد كده بيقول لي and 3 times the number of girls يعني 3x مالها less than اقل من twice the number of boys اقل من يعني الـ number of boys هيجي الأول يعني الـ 2y minus أقل منه بقد إيه؟ يعني ده minus ده بقد إيه؟ بـ 50 دي كده 2. طيب نعمل دي كده دي times 2 عشان تبقى زي دي يبقى multiply equation 1 by 2 تديني إيه؟ تديني 4x minus 2y equal 100 دي كده 3. نعمل addition ل 2 و 3 add 2 و 3 حطهم تحت بعض يلا بس نظبطهم الأول minus 3x plus 2y equal 50 وعندي هنا 4x minus 2y equal 100. نعمل sum دول راحوا يبقى أنا عندي هنا الـ x على طول equal 100 and إيه and 50. لما الـ x 100 and 50 يبقى إيه in equation 1 يبقى انا عندي 2 times ال 150 اللي هي 300 minus ال y equal كام equal 50 يبقى ال y عندي هي equal كام 250 boys يبقى ال boys عندي 250 وال x عندي اللي هي ال number of girls 150 girls. problem 8 two supplementary angles. supplementary يعني الاثنين الصم بتاعهم 180. the twice of the measure of their bigger equals seven times the measure of the smaller. الاول نفرض الايه الاسماء بتاعتهم يبقى consider that the two angles are x و ايه x و y. مش مشكلة بقى نعتبر أي واحد فيهم الكبيرة أو الصغيرة. أنا عارف عنهم إيه؟ إن هما supplementary. يبقى أول حاجة عندي X plus Y equal 180 دي كده 1. إيه تاني؟ twice the measure of their bigger يعني twice واحدة منهم 2X مالها؟ equals 7 times the measure of the smaller 7A 7Y. نعمل الـ equation دي times 2 يبقى الـ 2X plus الـ 2Y equal 360. او خلينا دي كده 2 ودي كده 3
ممكن نقول from 2 in 3 اشيل ال 2x واحط مكانها ال 7y يبقى from 2 in 3 يبقى انا عندي ال 7y plus 2y equal 360 يعني 9y equal 360 يعني ال y equal 360 divided in 9 اللي هي هيديني كام اللي هي 40 degrees. لما تكون واحدة ب 40 والاثنين بدي 180 يبقى زين ال x عندي equal 140 degrees يبقى the two angles are 140 and 40 degrees. يلا اللي بعد كده. Two acute angles in a right angled triangle. دي لوحدها معلومة. Two acute right angled. يبقى الصم بتاعهم كام؟ لازم هما الاثنين يكونوا 90. يبقى هنفترض ان واحدة x والتانية y. يبقى consider that the two angles or x y. اول حاجه اعرفها عنهم ايه؟ ان التو اكيوت دول الصم بتاعهم 90 يبقى انا عندي الاكس بلس الواي ايكوال 90 ودي كده 1. بعد كده الديفرنس بتوين زير ميجر 50 وعندي الاكس ماينس الواي ايكوال كام؟ ايكوال 50 دي كده 2. يلا نحطهم تحت بعض اكس بلس الواي ايكوال 90 اكس ماينس واي ايكوال 50 ده راح مع ده يعني 2x equal 140 ده معناه ان x equal كام؟ equal 70. لما اكون واحده ب 70 يبقى على طول الثانيه اللي هي الواي ان هما الاثنين كومبلمنتري يبقى انا عندي الثانيه بكام؟ 20 degrees. يبقى then the measures of the two angles are 70 and 20. نيجي اللي بعد كده بيقول لي if the price of 4 pens and 2 books is كذا يبقى انا عندي البنز والبوكس هما 4 pens and 2 books equal كام 22 ادي اول equation and if the number of pens increases by 1 يعني بدل ما هو 4 بقى 5 يعني 5b and the sum of books decreases by 1 يعني بدل ما كان 2 books بقى 1 book بس يبقى plus b البرايس هيبقى كام؟ هيبقى 20 ودي الايكويشن الثانيه. طيب نعمل الايكويشن دي تايمز 2 نعملهم بعد كده ماينس يبقى multiply equation 2 by 2 توصلني لايه؟ ل 10b بلس 2b ايكوال كام؟ ايكوال 40 وده كده الايكويشن 3. نعمل ل 1 و 3 سبتراكشن سبتراكت مثلا 1 فروم 3 يبقى انا عندي هنا ده هيكوال كام؟ هيكوال 40 ونحط تحتيها ايكوال كام؟ 22 نغير الساينز دي كده راحت يبقى ال 6 ايكوال كام؟ ايكوال 18 يعني النمبر اوف بنز عندي هيكوال كام؟ 18 ديفايد 6 ايكوال 3. لما نيجي نشوف البوكس عندي نعوض هنا يبقى هنا ات 1 يبقى انا عندي 4 تايمز 3 بلس 2 بيكوال كام؟ 22 يبقى هنا 12 نودي هنا بنيجاتيف 12 يبقى 10 يبقى 2 بيكوال 10 يبقى انا عندي البي ايكوال كام؟ ايكوال 5. يبقى هل البوكس هو بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي هنا البرايس اوف 4 بند يبقى ده البرايس ده مش النمبر اوف بند البرايس اوف 4 بنز وده البرايس اوف 2 بوكس يبقى انا عندي البرايس اوف 1 بن ايكوال 3 والبرايس اوف 1 بوك ايكوال 5 وطبعا نيجي نشوف مسائل التو ديجيت نمبر. التو ديجيت نمبر اهم ادي ديجيت وادي ديجيت كمان بيقول لي the sum of its two digits is three times of its units digit. الاول نعمل ايه؟ هنقول ان ده اكس وده كده واي البليس ده
اللي هو اليونتس. البليس ده اللي هو التنس. بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي السم اوف اتس تو ديجيتس، السم بتاع الاثنين دول يعني الاكس بلس الواي، ادي التو ديجيتس اهم، مالهم؟ الثري تايمز اوف اتس يونتس ديجيت، يعني هيكوال 3 تايمز الايه؟ اليونتس ديجيت. جميل. ايه تاني؟ and it's a tens digit. التنس ديجيت يعني الايه؟ يعني الديجيت اللي قاعد ده اللي هو الواي، ماله؟ exceeds يعني ماينس its units digit ماينس الاكس باي كام؟ باي 4. عايز الايه؟ التو نمبرز. هنا مش مدخل معايا الفاليو خالص، يعني هنا مش مدخل لي النمبر نفسه. لو كان قال لي النمبر نفسه اس كذا، يبقى النمبر نفسه عباره عن ايه؟ زي ما اتعلمنا في المساله بتاعت الدرس نفسها، النمبر نفسه x بلس 10y، ده النمبر نفسه. لما نيجي نبص الايكويشن دي، نودي الاكس هنا، يبقى انا عندي الواي هت ايكوال 3x ماينس x، يعني الواي ايكوال كام؟ 2x. دي كده 1 ودي كده ايه؟ ودي كده 2. نشيل من هنا الواي ونحط ال 2x، يبقى زين 2x ماينس الx ايكوال كام؟ ايكوال 4، يعني الx ايكوال كام؟ x ايكوال 4. وطالما الـ x equal 4 وعندي الـ y twice الـ x، يبقى انا عندي الـ y equal كام؟ equal 8. هو عايز ايه؟ عايز الـ number. يبقى the number is eighty-four. طبعًا مسألة سهلة، دي تعتبر سهلة. نيجي اللي بعديها. A two digit number أهم. أدي x و y. مالهم؟ بيقول لي السم اوف اتس ديجيتس از 11. سهله، يعني الديجيت ده بلس ده يديني 11، يعني الاكس بلس الواي ايكوال 11. دي كده اول ايكويشن. اف ذا تو ديجيتس ار ريفرسد، يعني هنحطهم مكان بعض، زين ذا ريزلتد نمبر، ناخد بالنا بقى، از مور ذا اوريجينال نمبر. هنا بقى هيتكلم على الاوريجينال والايه ولما يعكس. طب مين هو الاوريجينال نمبر؟ يبقى هنا الاوريجينال number is x plus 10y زي ما اتعلمنا. طب لما اجي اعكسهم مكان بعض، يبقى resulting عباره عن ايه؟ and the reversed number is y plus 10x. ده لما هعكسهم هجيب ده مكان ده، يبقى y plus 10x. مالهم بقى؟ بيقول لي الريزلت النمبر اللي هو الريفرز ده 27 مور الاوريجينال. 27 مور، يعني ده ماينس ده يديني 27. يبقى انا عندي y بلس 10x ماينس الاوريجينال اللي هو x بلس 10y ايكوال كام؟ ايكوال 27. نوضب دي، يبقى انا عندي هنا y بلس 10x ماينس x ماينس 10y ايكوال كام؟ 27. يعني هنا ده ماينس ده يبقى 9x، 9x وعندي هنا ماينس 9y equal 27 divide over 9، يبقى عندي x ماينس y equal كام؟ equal 3. x ماينس y equal 3 وعندي x بلس y equal 11، يبقى نحطهم تحت بعض، ادي x بلس ال y وعندي x ماينس ال y، ده راح مع ده، يبقى ال 2x equal 14، يعني الx equal كام؟ x equal 7. x equal 7 والاثنين ب 11، يبقى الy equal كام؟ equal. فهو عايز ايه؟ بيقول لي what is the original number؟ يبقى original number عباره عن كام؟ هنا 4 وهنا كام؟ وهنا 7. يبقى then the number is 47. نيجي اللي بعديها. A two digit number، نفس النوعية من المسائل. ادي x وادي y. طب النمبر نفسه اسمه ايه؟ اسمه x بلس 10y. بيقول لي بقى ايه؟ a two digit number، النمبر ماله؟ equals 5 times the sum of its digits. نفسر دي. a two digit number اللي هو النمبر نفسه، يعني ال x بلس 10y equals اهو 5 times the sum بتاع الديجيتس، يعني 5x بلس ال y، يعني 5x بلس ال 5 ايه؟ ال 5y. نجيب الاكس هنا ونجيب الواي هنا ونحل بالسبستيتنج ميثود على طول.
الاكس تروح مع الفايف اكس تبقى فور اكس، يبقى الفور اكس ايكوال، نودي الفايف واي هنا بالنيجاتيف ايكوال فايف ايه؟ فايف واي. دي اول ايكويشن عندي. ايه تاني؟ بيقول لي if the two digits are reversed هيعكسهم، then the resulted number لما يجي يعكس ال resulted number هيكون ايه؟ هيكون y plus 10x. ده بعد ما يعكس ماله؟ ال resulted number ده will be more than the original by 9. يعني ال resulted ده y plus 10x more than يعني minus ال original اللي هو x plus 10 y by كام؟ by 9. نوضبها يعني ال y plus 10x minus ال x minus 10y equal كام؟ equal 9. يعني 9x minus 9y equal 9 divide over 9 يبقى x minus ال y equal 1. دي كده 2. يبقى انا عندي x minus y equal 1 وعندي 4x equal 5y. نعمل دي ملتبلاي باي 4، يبقى انا عندي ملتبلاي ايكويشن 2 باي 4، يبقى انا عندي ال 4x ماينس ال 4y ايكوال كام؟ ايكوال 4. فروم 1 ان 3 نشيل ال 4x نحط مكانها 5y. فروم 1 ان 3 يبقى زين ال 5y minus ال 4y equal 4. يعني ال y equal كام؟ ال y equal 4. لما تكون ال y ب 4 وانا عندي x minus ال 4 equal 1 يبقى على طول ال x عندي equal كام؟ equal 5. يبقى هو النمبر؟ النمبر عندي هنا 4 وهنا ايه؟ وهنا 5. يبقى then the original number is 45. Problem 14 بيقول لي a rational number if the number 1 is subtracted from its two terms. ناخد بالنا subtracted from two terms it will be 1 over 2. طب مين هو rational number؟ لازم نفرضه الأول، يبقى consider that the rational number is a over b. هن subtract 1 من ال 2 terms بتوعه، يعني a minus 1 divided b minus 1 يديني كام؟ 1 over 2. طب هي دي equation؟ equation. لو طبقنا ال product of the mean ب equal ال product of extremes يديني ايه؟ يديني 2 times a minus 1 equal عندي b minus 1. يعني ال 2a minus 2 equal ال b minus 1. نجيب ال b هنا ونجيب ال 2 هنا، يعني ال 2a minus ال b equal هنا هيكون في negative 1 ويروح ل 2 يبقى يديني 1. دي كده اول equation. نيجي نشوف ال equation الثانية. And if the number 5 is added to its denominator it will be 1 over 3. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه divided b plus ال 5 equal 1 over 3. نفس الكلام هيبقى 3a equal ال b plus mean plus ال 5. يعني 3a minus ال b equal كام؟ equal ال 5. ودي كده equation 2. نعمل الاثنين subtraction. subtract 1 from 2 نحط ال 2 الاول، يبقى 3a minus ال b equal 5، ونحط تحتيها 2a minus ال b equal 1. نعمل نغير الساينز، دي راحت، يبقى عندي الـ A على طول إيكوال كام؟ إيكوال 4. لما الـ A 4 أنا عندي هنا يبقى 2 تايمز الـ 4 ماينس الـ B إيكوال 1، يعني الـ 8 ماينس الـ B إيكوال 1، يبقى على طول الـ B إيكوال كام؟ الـ B إيكوال 7. يبقى النمبر بتاعي اللي هو الراشونال الـ A أوفر الـ B ده عبارة عن 4 أوفر الـ 7. يلا المسألة اللي بعديها. If the sum of the ages of Ahmed and Osama now is 43. متشكرين جدا، هو حتى قال لي now، يبقى consider that the age of Ahmed X والage of Osama
واي. يبقى اول ايكويشن عندي الاكس عندي بلس الواي ايكوال كام؟ ايكوال 43. ماشي. اند افتر 5 ييرز، بعد 5 ييرز، هو بعد 5 ييرز الايدج بتاع احمد هيكوال ايه؟ هيكوال اكس بلس ال5، واسامه هيبقى واي بلس ال5. مالهم بقى؟ الديفرنس بتوين بوست ايدجز ويل بي 3، يبقى ده ماينس ده يديني 3 او العكس، ما تفرقش، ان انا مش عارف مين الكبير، انا مش محدد اصلا مين الكبير. يبقى لو قلت ده ماينس ده هنفترض ان احمد الايه الاكبر، مش تفرق معاه. يبقى انا عندي هنا الاكس بلس ال5 ماينس الواي بلس ال5 ايكوال كام؟ ايكوال 3. الكلام ده معناه ان الاكس بلس ال5 ماينس واي ماينس ال5 ايكوال 3، ده معناه ان الاكس ماينس الواي ايكوال 3، ودي كده الايكويشن الثاني، ودي كده ايه، ودي كده 1. يلا نأد 1 و 2. adding equation 1 and 2. يبقى ال 2x عندي equal 46، ده معناه ان ال x عندي equal كام؟ equal 23، وانا عندي السم بتاعهم هما الاثنين 43، يبقى على طول زين الواي هتيكوال معايا 20 ايه؟ 20 years، وده برضو 23 ايه؟ years. يبقى انا قلنا ان اسامه هو اللي مثلا احمد اكس واسامه واي، يبقى هنقول الايدج اوف احمد يبقى زين ذا ايدج اوف احمد از 23 اند اسامه از 20. طبعا الاثنين بالايه؟ باليرز. هو طالب ايه؟ عشان ساعات بيطلب حاجات كده، بيقول فايند الايدج اوف زيب افتر 7 ييرز. يبقى افتر 7 ييرز احمد هيبقى عندي 30 ييرز، واسامه عندي هيبقى 27 ييرز. بروبلم 16 بيقول لي 5 ييرز اجو ماجدز ايدج واز 5 تايمز ذا ايدج اوف هيز دوتر دينا. يبقى انا عندي شخصين، مجدي ودينا، هو هيتكلم 5 years ago. لا معلش، احنا نشوف now ايه. يبقى consider that Magdi's age now is x and Dina's age now is واي. دي اول حاجه بنعملها، احدد الايدجز ناو. طيب 5 ييرز اجو، يبقى انا عندي هنا 5 ييرز اجو مجدي هيبقى نظامه ايه؟ هيبقى عندي اكس ماينس ال5 من 5 سنين، ودينا واي ماينس ال5. ماشي، مالهم بقى؟ 5 ييرز اجو مجدي's ايدج اهو was 5 تايمز الايدج اوف هيز دوتر، يعني الاكس ماينس ال5 دي 5 تايمز الايدج اوف هيز دوتر واي ماينس ال5. يلا نوضبها، يعني الاكس ماينس ال5 هتيكوال 5 واي ماينس ال25. نجيب دي هنا ونودي دي هنا، يبقى زين اكس ماينس ال5 واي هتيكوال كام؟ لما نودي ده بوزيتيف يبقى نيجاتيف 2. دي اول ايكويشن عندنا. ايه تاني؟ and after 4 years هنا ستوب بقى. after 4 years نكتب كده after 4 years، ايه اللي حصل after 4 years؟ مجدي هيبقى كام؟ هيبقى اكس بلس 4، ودينا هتبقى كام؟ هتبقى واي بلس 4. نيجي نشوف بقى بيقول لي ايه. مجدي's age اللي هو ده will become 3 times the age of دينا، يعني الاكس بلس ال4 هيكون 3 تايمز الواي بلس ال4. ده معناه ان الاكس بلس ال4 ايكوال 3 واي بلس ال12. نجيب ده هنا ونجيب ده هنا، يعني الاكس ماينس ال3 واي ايكوال 12 ماينس 4 يديني 8، ودي السكند ايكويشن.
يبقى انا كده نجحت اجيب دي ودي. نعمل الاثنين سبتراكشن، سبتراكت 1 فروم 2. يبقى نحط الاول x ماينس 3 y ايكوال 8، واللي تحتيها x ماينس 5 y ايكوال نيجاتيف 20. يبقى انا عندي هنا نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف، ده كده راح. يبقى ال 2y ايكوال 28، يعني ال y ايكوال كام؟ 14 years old، اللي هو مين؟ اللي هو الايدج اوف دينا. هو بيقول لي فايند ذا ايدج اوف ايتش اوف ذيم ناو. يبقى انا عندي خلاص جبنا ايه؟ ده كده دينا's ايدج. نيجي نشوف بقى هير فازر مجدي، نعوض في الايكويجن دي كده. يلا x ماينس 3 تايمز ال 14 ايكوال 8، يعني الx ماينس هنا 42 ايكوال 8. يبقى زين الx عندي ايكوال كام؟ ايكوال 50 years old. يبقى احنا جبنا الايدج بتاع دينا والايدج بتاع مجدي. يلا اللي بعديها في الاوبوزيت فيجر، ان ايكوالاترال تريانجل فايند اللينث اوف اتس سايد. ايه المعلومه اللي عندي؟ المعلومه اللي عندي ان هو ايكوالاترال، يعني ده قد ده قد ده. يبقى ممكن ناخد ده ايكوال ده وده ايكوال ده وده ايكوال ده، ناخد اي اتنين. طب دي ودي نجهزهم مع بعض. يعني عندي هنا 3x ماينس الواي ايكوال اكس بلس مين؟ ال 2y. نجيب الاكس هنا بالنيجاتيف، يبقى 3x ماينس اكس ب 2x، ونجيب الواي هنا بالبوزيتيف يبقى 2y بلس الواي يبقى 3y. ادي اول ايكويشن. يلا ناخد دي مع دي او دي مع دي، حسب ما تفرقش لان كلهم اندبندنت. نجرب دي مع دي، وعندي x بلس الواي بلس 2 ايكوال x بلس 2y. يعني هنا الاكس هنا راحت مع الاكس هنا، ده مصلحه كبيره جدا التو سايدز دول، لان هيبقى هنا جاست وان ايكويشن في وان فاريبل. ده معناه ان ده يجي هنا بالنيجاتيف، يبقى 2y ماينس y بواي ايكوال 2، يعني الواي ايكوال 2. اتحلت المساله على طول هنا فروم 2 ان 1. يبقى انا عندي ال 2x ايكوال 3 تايمز 2، يعني ال 2x ايكوال 6، يعني الx ايكوال كام؟ ايكوال 3. نيجي نعوض في اي سايد منهم، يبقى زين the side length is، ناخد ده x بلس 2y اللي هو هي ايكوال 3 بلس 2y اللي هي 2 تايمز 2، يبقى 3 بلس ال 4 اللي هو 7 سنتيمتر. بروبلم 18، the two measures of the base angles of an isosceles triangles are d و d and the measure of the vertex is d، find the value of x و y. طبعا سهله. ليه؟ عندي علاقه ما بين البيز انجلز الاثنين قد بعض، وعندي علاقه ما بين الثلاثه وبعض ان هم اللي ان هم الثلاثه ايه 180. يبقى اول ايكويشن عندي 5x minus 5y هت equal 3x بلس مين؟ بلس 5y. نجيب دي هنا ونجيب دي هنا، يعني 5x minus 3x يبقى 2x equal، نودي ده هنا يبقى 10y. دي اول ايكويشن. ايه تاني ايكويشن؟ كلهم مع بعض 180، يعني سينس زي ار سبلمنتري انجلز، يبقى زين 5x ماينس 5y بلس 3x بلس 5y بلس 2x ايكوال 180 degrees. دي كده راحت مع دي كده، ممتاز. 5x و 3x 8x و 2x يبقى 10x. يبقى انا عندي 10x ايكوال 180 degrees. ده معناه على طول ان الاكس ايكوال كام؟ 18. يلا ان ايكويشن 1، يبقى انا عندي 2 تايمز ال 18 ايكوال 10y، يعني 36 ايكوال 10y. يبقى الواي على طول هت ايكوال كام؟ 3.6. نيجي اللي بعد كده، مسائل الاكسلنت بيوبلز، مديني اوردر دبير وانظر اوردر دبير. ار تو سوليوشنز فور الايكويشن دي، فايند الفاليو
of each of C and D. دول two solutions. نقعد بالاوردر دبير هنا ومره بالتاني طلعنا two equations ونشوف هتحلها ازاي. هنا نشيل x ونحط minus d يبقى minus d plus نشيل ال y ونحط 2c equal 4. ادي اول equation. تاني equation هنشيل x ونحط 3d minus 2. الكلام ده plus هنشيل ال y ونحط 3 minus c. يدينا كام؟ يدينا برضو 4. نوضب دي يبقى هنا 3d minus c هت equal ال 4 موجودة هنا 3 minus 2 يديني 1 يروح هنا بنيجاتيف 1. يبقى 3d minus c equal كام؟ equal 3. ودي السكند equation. ادي اول equation وادي السكند. نعمل ايه؟ times 2 وبعد كده نقادل الاثنين على بعض. يعني multiply equation 2 by 2 تديني 6d minus 2c equal كام؟ equal 6. كده 3 add 1 و 3 عشان نتخلص من مين؟ عشان نتخلص من c. يبقى negative d plus 2c equal 4 وهنا 6d minus 2c equal 6 ده راح مع ده يبقى 5d equal 10. يعني d equal كام؟ d equal 2. يلا نعوض ان 1 يبقى minus 2 plus 2c equal 4. يعني ال 2c هت equal 4 plus 2 يبقى يعني ال 2c equal 6. يبقى ال c عندي equal كام؟ equal 6. يبقى زين ال d عندي ب 2 وال c ب 3. d equal 2 وال c equal 3. هنا problem 2 مديني 2 equations عايز ال value of L و M. اتفقنا لما يكون عندي fractions لازم اتخلص من ال denominators. اتخلص منها ازاي؟ اعمل multiplication لل whole equation by ال least common multiple. ال least common multiple لل L وال M ايه؟ L times ال M. يبقى multiply ال 2 equations بقى لان هنا L و M وهنا L و M. the 2 equations باي ال ام. لما ادخل ال ام هنا ال ال تروح مع ال ال يبقى ال ام بلس هنا ال ام تبقى فوق ال ام تروح مع ال ام يبقى ال ايكوال هنا هيبقى 3 ال ام. دي كده ايكويشن نمبر 1. الناحيه الثانيه هيبقى عندي هنا 2 ام بلس 3 ال ايكوال كام؟ 10 ال ام. دي كده نمبر 2. طيب انا مشكلتي في ايه في المساله دي؟ انا مشكلتي هنا في ال ام. انا لما هعمل ادينج او سبتراكتنج ال تو ايكويشنز دول، يعني مثلا عملنا هنا تايمز 3 طيرت ال مع ال، هيبقى عندي مشكله برضك في ال ام دي. طب ما تيجي نتخلص من ال ام. اتخلص منها ازاي؟ هو انا لازم اعمل اديشن وسبتراكشن؟ طب ما تيجي نعمل ديفيجن. ديفايد ايكويشن 1 باي 2 ده يديني ايه؟ يديني ان ال m بلس ال l divided 2m بلس 3l equal كام؟ equal 3lm divided 10lm. في الحاله دي اقدر اطير ال m مع ال m وال l مع ال l. طب هل انا كده قدرت اوصل لجديد؟ اه قدرت اوصل ان ده تايمز ده equal ده تايمز ده. يعني هوصل من هنا لايه؟ 3 تايمز ده equal 10 تايمز ده. 3 times 2 equal 6 يبقى 6m plus 9l equal كام؟ equal 10m plus 10l. نعمل ايه؟ ودي لي ال L هنا ودي لي ال M هنا. يبقى ال M لما تيجي هنا 6m minus 10m يبقى negative 4m 10l minus 9l equal ايه؟ equal L. يبقى كويس قوي ان احنا وصلنا لفاريبل بدل التاني. نخلي دي مثلا equation 3 ونقول from 3 in 1 عندي ال m عندي زي ما هي، ال l عندي بنيجاتيف 4m، عندي هنا 3 ال l بنيجاتيف 4m
وعندي ال m. m minus 4m يبقى negative 3m هت equal negative 12 m square. ال m تروح مع ال squaring، ده معناه ان ال m عندي هي equal negative 3 divided negative 12 اللي هي 1 over ال a ال 4. لما تكون ال m ب 1 over 4 وانا عندي ال l equal negative 4m، يعني negative 4 times 1 over 4 هيديني negative 1. يبقى عندي ال m ب 1 over 4 وال l ب negative 1. يلا اللي بعديها. A rectangle of perimeter 24. ال rectangle البريمتر بتاعه 2 times ال length plus ال width equal كام؟ 24. على طول divided 2 يبقى ال length plus ال width equal 12. وجبنا equation بسرعة قوي. بيقول لي if its length decreased by 4 وال width increased by 2 become a square. become a square يعني ايه؟ يعني هيبقى ال two sides قد بعض. دي مسألة سهلة جدا. يبقى بيقول لي هنا ال length decreased by 4 يعني ال l minus ال 4 وال width increased by 2 يعني ال width زودناه ب 2 هيبقى square، يعني ده equal ده. يبقى دي second equation. نجيب ال w هنا، يبقى عندي ال L minus ال W هت equal كام؟ هنا ال 2 راحت لها ال 4 بال positive equal 6. ودي كده ال equation التانية. سهلة سهلة قوي. adding ال 2 equation يبقى أنا عندي هنا L plus ال W equal 12 و L minus ال W equal 6. طرح مع ده 2L equal 18. يبقى عندي ال L equal 9 سنتيمترز. نعوض فين؟ نعوض في 1 in equation 1، يبقى ال w equal كام؟ 3 سنتيمترز. طب هو عايز ايه؟ بيقول لي عايز الاريا بتاعت السكوير، يبقى احنا لازم نجيب السايد لينث بتاع السكوير. يبقى then the side length of the square is l minus 4 ال ماينس 4 اللي هي 9 ماينس ال 4 اللي هي 5 سنتيمترز. يبقى الاريا so the area is 5 times ال 5 اللي هي 25 سنتيمتر سكوير. نيجي نشوف اخر مسألة معانا. بيقول لي a sum equals 8 LE. عندي مبلغ 8 جنيه مثلا. It's wanted to change it to 21 bank notes. Some of them are 25 piastres and the others are of 50 piastres. Find the number of the bank notes of each type. يعني انا عندي 8 جنيه عايز افكهم ارباع وخمسينات، يعني ارباع جنيه وخمسينات قرش. يعني عايز افكهم لكم ورقة؟ ل 21. يبقى انا عندي معلومة عدد الورق اللي هو 25 وال 50 equal 21. اكتبها ازاي؟ يبقى لازم الاول اقول consider that the 25 piastre bank notes is x and the 50 piastre bank notes is a is y. دي اول حاجه. ومنها نجيب اول equation، يعني ال x plus ال y equal كام؟ equal 21. حلو قوي. وبعدين هو هنا بيقول لي السم equal 8. لما يقول لي السم equal 8 يبقى انا بقى مش هتكلم على عدد، ده انا هتكلم على value. يبقى ال 25 piastres دول لما يكون عددهم x يبقى المفروض الفاليو بتاعتهم كام؟ 25x. ولما يكون عندي البنك نوت اللي هو ال 50 عددهم y يبقى الفاليو بتاعتهم كام؟ الفاليو بتاعتهم 50y. الاثنين دول لما احطهم على بعض يدوني كام؟ المبلغ اللي هو كام؟ 800 بيسترز. يبقى هي دي الايكويشن الثانيه اللي بدور عليها. يبقى دي اول ايكويشن وثاني ايكويشن. اول ايكويشن بتتكلم على عدد الورق، الايكويشن الثانيه بتتكلم على الفاليو. نحل التو ايكويشنز، نعمل ملتبلاي للايكويشن اللي هي 1 باي 50 ملتبلاي
equation 1 by 50 يبقى أنا عندي 50x plus 50y equal كام؟ ده times 50 يديني 1050 ونخلي الإيكويجن دي كده 3 نقول subtract 2 from 3 equation 2 from 3 يبقى 50x plus 50y ده كده ونحط تحتيها 25x plus 50y equal 800 نعكس الساينز كلها دي راحت مع دي يبقى 25x equal كام 250 ده معناه ان x equal كام 250 divided 25 يديني 10 10 ايه 10 بانك نوتس دول عددهم يبقى بانك نوتس وطالما هما الاثنين عددهم 21 والاكس عندي ب 10 يبقى زين الواي ايكوال كام 11 بانك نوتس يبقى الورقه اللي هي 25 بيسترز عندنا منها 10 والورقه اللي هي 50 بيسترز عندنا منها 11 وبكده يبقى احنا خلصنا الحمد لله ليسون 1 ليسون جميل جدا اتعرضنا لكل الافكار اللي بتيجي في المسائل اهم حاجه عندي في الوورد بروبلمز ناخد بالنا في مسائل الايدج تقول دايما ان انا ناو الايدج كذا ناخد بالنا جدا في مساله التو ديجيت نمبر لازم تعرف الفاليو بتاعه النمبر ايكوال ايه الدرس في المجمل انا بعتبره درس سهل يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس وبالتوفيق لكم ان شاء الله.